ولا مش مالتي فيسل ديز. دول الثلاث حاجات دايما احنا بنبص عليهم. دي الاثيروسكلروزس وات افكتس ذا ليفت مين، فهي بيكون في اللاترال وول اللي هي اريا اوف لو شير ستريس، فتلاقي ان هو هيكون دايما في اللاترال وول. فلو في الديستال ليفت مين هتلاقي ان هو سبيرنج الميدل بارت اللي هو بيسموها الفلو ديفايدر ريجن، وبيكون على اللاترال وول، فبيبقى ده المنظر اليوم من جوه. الليفت مين بيغذي ال LED والسيركمفليكس، بمعنى ان هم بيغذوا حوالي 70% من السيركيوليشن اللي رايحه للكورونريز. ولو السيركيوليشن كمان ليفت دوميننس هيبقى اكتر من كده حوالي 80%. الليفت مين كود بي اوستيال، كود بي ميد شافت، اور ات كود بي ديستال. 70% زي ما بنقول بيبقى في الديستال بارت اوف الليفت مين، وكل واحده منهم بيكون ليها بعض البوينتس اوف كونسيدريشن. لما بيكون دي ستادي بتبين او ميد اناليسيس بتبين هو ديستال ليفت مين كومبيرد للنون ديستال ليفت مين، بيبقى الاوت كام بيبقى ليس فيفربل، وبيكون السايد افكتس او كومبليكيشنز ممكن تبقى اعلى. مالتي فيسل ديزيز is في الليفت مين حوالي 70%، ان هو 20 حوالي مثلا 31% بيكونوا تو فيسل ديزيز، وحوالي 37% 3 فيسل ديزيز، بمجموع 70% بيكون معاها مالتي فيسل ديزيز. البرزنتيشن ان 60% اوف ذا بيشنتس may present with STEMI or non-STEMI. ده يخلينا برضو ان سيتنج اكيد كروس سندروم بيبقى الانترفنشن از مور سيريس، ويبقى الحالات بريزنتنج ممكن معاها هيموديناميك امبارسمنتس وكده. طيب ال بيفور الاكسل اند روبل ترايل اند افتر الاكسل اند روبل ترايل، جاست جيف مي بس 1 سكند يا دكتور محمد، 1 سكند وهي اكمل معاك، جاست 1 سكند. الستاديز اللي اتعملت ايام السينتاكس ستاديز والاوتكم ريزلتس بتطلع منها، وقتها قالوا there is no difference in the mortality and the major adverse cardiac events ما بين ان احنا نعمل PCI او ان احنا نعمل bypass graft، لكن ال repeated revascularization كان اعلى في الجروب اللي عمل PCI. كان في comparable results في البيشنتس اللي عندهم low او intermediate syntax score اللي هو اقل من 22 من 22 32، والhigher major adverse cardiac events اللي عندهم higher syntax score. ده قبل الاكسل اند نوبل ترايل، هم اشهر تو بيج ترايلز اتعملوا خلال الست سنوات اللي فاتوا. دي كانت السينتكس، وكانوا بيقارنوا وقتها الجزء اللي هو سب جروب اللي كان ليفت مين من ضمن السينتكس البيشنتس كلهم، كانوا بيقارنوا بالفيرست جنريشن دراج ستنت هي تكساس بالباي باس جرافتس. ما كانش في ديفرنس ما بين الاول كوز مورتاليتي او سي في اي او ام اي على مدى 12 months، ولكن ريبيتد ريفاسكولاريزيشن كان اعلى في البيشنتس اللي اتعمل لهم انترفنشن. وبعدين هو they divided the patients into those with low syntax score اللي هو اقل من 24 او 23 الى 32 او اعلى من 32 وهو الهاير. طبعا الاوتكم كان سيميلر في اللو syntax score، في الانترميديت كمان وكان الاوتكم از ورس في البي سي اي في البيشنتس عندهم هاي سكور. among الانترميديت دول patients كان diabetics كان برضه الكابج او الباي باس جرافت كان الاوت كوم كان احسن. ده كان ايام السينتكس سكور، وبالتالي ال ريكومنديشن وقتها او الكونكلوجن وقتها ان هو ان هم مقارنه البي سي اي والباي باس جرافت
safety outcome, it is the same regarding death in CVA, myocardial infarction, like a higher rate of revascularization. When the syntax score, the carhaya quays, it has been stratified the patients in an appropriate revascularization strategy. بس نتذكر ان ده كان في الـ early days اللي هو مثلا الفتره من حوالي 12 13 سنه وان هو كان استخدامه التاكسس ستنت اللي هي كانت فيرست جينيريشن ستنت. اخر ست سنوات كان في بقى الاكسل وكان في النوبل ستادي. فالاكسل قارنوا برضو الباي باس جرافتس في الليفت مين بيشنتس سبيسيفيكالي والستنت اللي استخدمت كزاينز. الاوت كم بعد ثلاث سنين وبعد اربع سنين regarding death, stroke, myocardial infarction كان similar. الاوتكم لما هو بيقسموها الى اول 30 يوم اللي هو طبعا بالنسبه للجراحه بيبقى دي فتره كريتيكال شويه او من 30 يوم لغايه ثلاث سنين. فكانت الـ طبعا في اول 30 يوم بتبقى الستروك ريليتد ايفنتس والميوكارديال انفاكشن وكده كانوا اقل في البي سي اي. لما نكمل لغايه ثلاث سنين هنلاقي برضو ان هو الاوت كم كان سيميلر في الكاديث والسي في اي وميجور ادفيرس كارديك ايفنتس ولكن ريبيتد ريفاسكولاريزيشن اعلى مع البي سي اي. بعد اربع سنين كانت ذا سيم هنلاقي ان هو الديفرنس كان في الريبيتد ريفاسكولاريزيشن ده في الاكسل. وبالتالي الكونكلوجن بتاعها ان هو البيشنتس ويز لو اور انترميديت سنتكس سكور كان سيميلر ريتس اوف برايمري اند بوينتس وان هو البي سي اي في البيشنتس دول اللي عندهم هاير سكور بقى اونلي فيري سيلكتد بيشنتس. جت الستادي اللي بعديها اللي هي اللي كان النوبل ستادي اول ريزلت بتاعتها كانت انتشرت وكانت في سنه 2016. هنا كان دي وير ستادينج نون انفيريورتي مش كومبارابل اوت كم بقى او نون انفيريورتي اوف ذا انترفنشن كومبيرد للباي باس جرافتس. هم وجدوا ان الاول كوز مورتاليتي ات ذا سيم لكن ريبيتد ريفاسكولاريزيشن برضه كانت هاير في الجروب اوف بي سي اي. الستروك كانت اعلى مع الكابج في الاول وبعدين بقى سيميلر بعد اول 30 يوم. وبالتالي هي البي سي اي ديد نوت ميت النون انفيريورتي برايمري اند بوينتس. ليه؟ عشان ريبيتد ريفاسكولاريزيشن وده زي ما قالته برضه السنتكس قبل كده والاكسل. لما جابوا الاثنين مع التو ستاديز كبار جدا دول حوالي 3500 بيشنتس مع بعض عشان يقارنوا فيشوفوا مثلا الاول كوز مورتاليتي بي سي اي هي اللون الاحمر والكابج اللي هي لونها ازرق. فالاول كوز مورتاليتي كان اولموست يعني البي فاليو كان عاليه وبالتالي ما فيش سيجنيفيكانت ديفرنس كارديوفاسكو ايفنتس ما فيش. لكن الريبيتد ريفاسكولايزيشن اللي هي اخر واحده خالص هي اللي كان ديفرنت جدا ما بين الاي باس جرافتس والبي سي اي. ده سيم ووز كونفيرمد بسيفرال ميتا اناليسيس. دي لما خلصوا السنتكس سكور 10 ييرز اوف فولو اب كانوا لقوا ان هو برضه كل الاول كوز مورتاليتي كانوا اولموست ذا سيم. اذر ميتا اناليسيس باي كابادانو والبريكومبات كل دول اكدوا نفس. طيب نتيجه لكده بقى في جايد لاينز اتوضعت. جايد لاينز دي ديفلوبد من اواخر مثلا من 2006 2007 بعد كده ديفلوبد وبقى في عندنا حاجات متفقين فيها اليوروبيان جايد لاينز والامريكان جايد لاينز وفي حاجات فيها اختلاف بينهم بسيط. ان مثلا الناس اعتمادا على السنتكس سكور هو اقل من 22 هنا اذا قلنا في اوروبا ان البي سي اي او الكابج دي ار كلاسيفايد اس كلاس 1 بي الايفيدنس عليها بي واللي هي كلاس 1 يعني ايه الاثنين سيميلر بالظبط. اما في يونايتد ستيتس كان البي سي اي از كلاس 2 اي. الانترميديت سكورز برضه ما زال ان هو الكابج از كلاس 1 في اوروبا البي سي اي از كلاس 2 اي يعني يفضل تتعمل برضه لكن الكابج هنا از سوبيريور عنها. اما في امريكا خلوا البي سي اي كلاس 2 بي. اما لو السكنت سكور از هاي اعلى من 32 في الحالتين يبقى الكابج از بريفير وان هي بي سي اي از بيتر نوت تو دو. لكن طبعا بعض السلكتيف بيشنتس هنشوف امتى ممكن نضطر نعمل.
فدي الانديكيشنز دي جايد لاينز احنا اقرب لينا يمكن الاوروبيان جايد لاينز. اخر واحده بتاعت ريفرس كوزيشن كانت 2018 و2019 وفي الجايد لاينز بتاعت الكرونيك ستيبل انجينا كانت 2019. فدي الخطوط العريضه فيها. لكن هنا بقى في سم ديتيلز ان هو امتى تعمل البيشنتس مثلا عندهم كرونيك ستيبل انجينا امتى تعمل لهم انترفنشن في بعض الحالات لما يكون في اناتوميك كونديشن اللي هي بتقلاو اللي هو لو ريسك بي سي اي اللي هو السينتا سكور يكون قليل تحت 22 او اوستيال او ميد شافت ليفت مين يبقى دي انديكيشن بناء على اناتوميك كونديشن او كلينيكال كاركترستكس ان اليورو سكور عالي او اس تي اس سكور عالي البيشنتس عنده موربيتي عاليه فهي دي بتخليك ان انت تميل الى البي سي اي اكتر وهنعرف بعد كده ازاي. طيب دي نفس الريكومنديشن بتاعت الاوروبيان اسوشيشن اوف كارديوثوراسيك سيرجنز برضه بناء على الست سكور ذا سيم لايك البريفيوس ريكومنديشن. وبالتالي طب ايه الادفانتج بتاعت البي سي اي؟ ان هي ليس انفيزيفنس الشورت تيرم موربيتي احسن الهوسبيتال سي اقل كومبليت ريفاسكوليزيشن. هنا بقى برضه ات از نوت جارانتيد قوي ان هو هتقدر تعمل كومبليت ريفاسكوليزيشن في كل الحالات. اذا عملته يبقى انت ايكوال الجزء ده في الجراحه. اما البروسيدور بالنسبه للسيرجري البري بروسيدور الام اي از هاير ممكن يتعرضوا بليدنج ريزمياز الى الفيلير لوكال بروبلمز في الاسترنم الهوسبيتال سي اطول. الكومبليت ريفاسكوليزيشن هنا احسن في الكابج. فدي الادفانتج بتاعت الاثنين. على الفولو اب يرجع تاني البي سي اي الام اي معاها وريبيتد ريفاسكولاريزيشن از هاير مقارنه بالسيرجري. فدي الادفانتج ودي الادفانتج. طيب if you are planning to do intervention for left main you have to draw this drawing and you have to consider all these factors. انت you have in mind you know ان البي سي اي از ليس انفيزيف ايرلي سيفتي ادفانتج ليس ام اي ستروكس وان هي ليها سيميلر مورتاليتي وان الكابج هي مور لونج تيرم ديورابيلتي ليس ريفاسكولاريزيشن ليس سبونتينيوس ام اي. طيب انت هتكونسيدر ايه ان سيلكتنج ذا بيشنتس؟ الكلينيكال فاكتورز والاناتوميك فاكتورز والهيمودينامكس. الكلينيكال فاكتورز البي سي اي يفضل لما يكون عاوز تعمل ايرجنت ريفاسكولاريزيشن واحد عنده اكيوت كورونري سيندروم سيريس كوموربيتيز عنده لانج بروبلم ادفانسد عنده ادفانسد ايج براير ستروك براور كابج بور جنرال كونديشن. دي كلينيكال. السيرجري از بريفيرد لما يكون الاجكشن فراكشن اقل لان الستاديز عليها كانت ان هي بتحسن اللي عندهم دايابيتس بالذات لونج ستاندنج دايابيتس. اذا كنت هتضطر تعمل له سيرجري فور سمثينج ايلس هتعمل له فالف ريبليسمنت او كده وعنده هاي بليدنج ريسك مش هيقدر ياخد الديوال بليتس بعد كده. فدي اللي يفضل حاجات الكلينيكال. حاجات الاناتوميكال زي ما قلنا قبل كده اذا كان عندك يعني كل حاجه ما عدا الديستال اللي هو طبعا يكون اوستيال او ميد ترانك ايزوليت ليفت مين سينتكس سكور بتاعه قليل. ديستال برضو ويدود لكن ما يكونش معاه السينتكس سكور يبقى عالي او ما يكونش اناتوميكالي فيري كومبلكس اناتومي ان تقدر تعمل له انترفنشن. العكس طبعا السيرجري لما يكون الاناتومي از فيري كومبلكس بتعملها. يضاف اليها طبعا لو العيان هيمودايناميك ان ستيبل محتاج هيمودايناميك سبورت يبقى السيرجري بتبقى اصعب في الحالات. فده انت يو هاف تو كونسيدر كلينيكال فاكتورز اند اناتوميك فاكتورز. وبالتالي يو هاف تو ميك ذيس دروينج اجين ان اي بيشنت هتشوف هل في حاجه من الحاجات دي زي تشيك ليست كلينيكالي. هل عنده هارت فير؟ هل عنده دايابيتس ادفانسد ايج بريفاسكولار ديزيز؟ هل بريزنتنج باكيوت كرونيك سيندروم؟ عامل سيرجري قبل كده؟ الحاجات دي كلها بتكونسيدر وبعضها بيخليك تو بريفير البي سي اي وبعضها بتبريفير السيرجري. واناتوميك هل ده ترو بايفركيشن؟ هل ترو هل السيفيريتي قد ايه؟ في كالسيفيكيشن؟ هل محتاج روتابليشن؟ محتاج سيفرال مانوفرز؟ واذا كان محتاج هيمودايناميك سبورت وانجكشن فراكشن بتاعته قليل؟ كل الحاجات دي يو هاف تو كونسيدر وين يو دو ليفت مين انترفنشن. طيب سم تكنيكال كافيات اند كونسيدريشن ان الليفت مين هنا ده بايفركيشن والسايد برانش از اولويز امبورتنت. ممكن لو بتعمل مثلا ليفت هانتيو ديسندنج او سيركمفلكس او رايت كوروناري او وات ايفر ممكن يكون هنا بايفركيشن احيانا هتقول ده از ات امبورتنت ولا لا. انت بتتكلم على السيركمفلكس هتتكلم على الشريان في الغالب كبير فاذا اتس اولويز امبورتنت.
10% من الحالات بيبقى عندك ترايفركيشن، اذا لقيت ان في كمان حاجه اسمها اللي هي ريموس انترميس موجود معاك. الليفت مين از اونلي بايفركيشن وير ذا بروكسيمال المين برانش اوريجينيز دايركتلي من الاورطه، وده بيعمل حاجه اسمها اللونجيتيودنال كومبريشن، دي علاقه بالجايدنج او علاقه بالواير زي ما هنشرح مثلا بعد كده. وان البروكسيمال ريفرنس دايمتر هنا انت في الليفت مين، لو انت عملت ستنتس فروم ليفت مين تو ال اي دي، فانت البروكسيمال البارت هو الليفت مين ده يو نيد مثلا توصل لسايز 5 ملم اتليست، عشان وبالتالي انت لازم هتكونسيدر التولز بتاعتك مهمه جدا. فدي بعض الحاجات اللي هي مهمه تكونسيدر زي التكنيكال كافياتس في الليفت مين انترفنشن. دي ال 12 كونسنسس بتاع يوروبيان بايفركيشن كلاب، واحنا عندنا احنا يعتبر ايجيبشن بايفركيشن كلاب احنا جزء منها من اليوروبيان بايفركيشن. هم قالوا ان الليفت مين ريمينز تشالنج، وان هو محتاج المكان ده يكون ديديكيتد ويقدر تو مانج سيريس كومبليكيشنز او اي تشالنجز، وان معظم الحالات الليفت مين بيكون فيها بايفركيشن يو ادريس ذا بايفركيشن ان 80 to 90% من الحالات، وان البروفيجنال ستنتنج اللي هو اونلي وان ستنت تو ستارت ويز هو از ريكومندد، وان انت بروفيجن كان ممكن يكون جو انتو سكند ستنت لو في بعض الكرايتيريا اللي احنا هنقول عليها. اما البلان تو ستنت تكتيك از انديكيتد لما يكون في عندك لونج مثلا لونج ليجر في السيركمفلكس، هاي ريسك ان هو يحصل السايد برانش اللي هو السيركمفلكس، او احيانا بتكونسيدر المين برانش هو السيركمفلكس والال دي هو السايد برانش، هاي ريسك انه يبقى كومبرومايزد. فانت من اول ببلان كده ان السايز بتاعه طبعا كبير اكتر من 2.75، وان هو ممكن الاكسس فيه ديفيكولتس، فمن الاول انت بالبلان، وان هو مش بس اوستيال والانجل بتاعه بتسمح فبتبان تو ستنس. دي سترونجلي ريكومندد انك تستخدم انترا كورونال ايمجنج في الحالات دي كلها. دي كانت الكونسنسس بتاع اليوروبيان سوسايتي. فاذا انت اف يو بلان تو دو ليفت مين انترفنشن، كل الحاجات دي شود بي كونسيدر اسسمنت اوف ذا ليفت مين ليجن سيجنيفيكانس، هل محتاج ده بالاي بوس ولا اي اف ار ولا مجرد الانجيوغرافيك ايفالويشن كفايه. محتاج اوبتمايز الريفاسكوليشن تكنيك عشان ما يحصلش العيان ده كومبليكيشنز، بيحصلش هو يرجع لك بريستينوزس تاني. ريسك ستراتيفاي ذا بيشنت اللي هو هاو ريسك از هولدنج. كلينيكال اوت كم، هل ده نعمل جراحه يبقى احسن ولا لا؟ والجنرال كونديشن او الايكونومي كل ده شو بي كونسيدر. طيب انا كل بعض النقط اي هاف تو باس ثرو ويكلي، منها تختار اي فاسكولار اكسس حسب الاوبريتور اكسبيرينس. اف يو كان دو complex lateral intervention وانت mastering radial go for radial. طيب radial احيانا مش بيستخدم ال 7 فرنش، لا احيانا ممكن تستخدم 6 فرنش، بيبقى internal diameter بتاع الكاثيتر is big enough انك ممكن تعدي فيه تحوله الى اكنه 7 فرنش. اذا انت محتاج ليه 7 فرنش لو انت يعني في جو باي ذا بوك وكده، يا 7 فرنش عشان optimal guiding support بالذات لو جيست ليفت مين، فتحتاج 2 stents plan 2 stents. اوكي، لكن ده يتغلب عليه بالانترنال سايز بتاع الجايدنج الجديده. طيب هاو تو امبروف برضه الاوت كم، محتاج السليكشن زي ما اتكلمنا، تستخدم البيست ستنتس ان كلاس، الاوبتيمال فارماكوثيرابي ما يبقاش في اي ريسك ان هيحصل سنس ثرومبوزس، الايمجنج زي ما بنقول مش بس الايبوس كمان الاف اف ار عشان ممكن تو افويد انسري ستنتنج مثلا السيركمفكس حصل عليه مايلد بلاك شيفت. الاوبتيمال تكنيك اللي هيتكلم عليها الدكتور نبيل بعد كده، الانتي بليتلت طبعا لازم تبقى ماسترنج واللي عندي يبقى لودد كويس. بعض الحالات دي بنستخدم لها تيكا جريلور حتى لو كرونيك سندرومز عشان هو هاي ريسك اناتوم. اوكي، هيمودايناميك سبورت كان زمان مهم، دلوقتي اونلي ان سيلكتد بيشنتس اذا كان هو اصلا هيمودايناميك ان ستيبل، ممكن تعمل ستيجنج بعض الحالات. طيب هاو تو ستراتيفاي الريسك ده، عندنا ممكن سينتكس سكور، وفي حاجه اسمها كلينيكال سينتكس سكور. سينتكس سكور انتوا كلكم عارفينه، بيشوف ال في توتال اوكلوجنز، في تورشوزتي، في كالسيفيكيشن، في هي كلها اناتوميك كرايتيريا في الارتريز. لو يضاف عليها بعض الكلينيكال فايندنجز او كلينيكال داتا بتبقى اسمها كلينيكال سينتكس سكور. اذا قلنا ده سينتكس سكور وممكن تضيف عليه بعض الكلينيكال فاريبلز عشان تقدر تقول لهم الاول لا البيشنت ده اف يجوز في السيرجري هيبقى هاي ريسك، ان الانترفنشن ممكن تبقى احسن. وبتتحسب وليها طرق ان انت تحسب الريسك في الانترفنشن قد ايه والريسك في السيرجري قد ايه. واكتر واحد عمل عليها سكور وكده هو كان كابادانو
اللي هو من ايطاليا. طيب ويتش ستنت؟ طبعا دراج ستنت. انت عاوز ستنت ليها سفيشنت راديال سترينس، انت بتتكلم على حاجه فيها الاستيك كويلز عالي وممكن يكون فيها كالسيفيكيشن، يكون الستنت ده بيقلاو ماكسيمال اكسباندبل دايمتر عشان انت وصلته وصل لخمسه، او بعد افتر يو ديبلوي ستنت ممكن تحط تستخدم بالون تكبر الدايمتر توصل لخمسه ونص او سته، possibility of large side access، فده في اختيار الستنت اللي هتستخدمها. دي الستنت افيلبل ان ذا ماركت والسايز ذا يو كان ريتش بالبريشر اللي ممكن تستخدم. معظم الستنت ممكن تستخدمها، ولكن كل ستنت يو نو ايه اللي ممكن توصل اعلى سايز ممكن توصل. طيب في نقطه ثانيه ان في حاجه اسمها ترو بايفريكيشن، وفي وان هو مش كلها ترو على حسب، ممكن احيانا انجيوغرافيك يقول الليجن ده ستايت، لكن لما تعمل ايبوس تلاقي هو الليجن از نوت، يعني ما هيش مدينه كلاسيفيكيشن 1-1 تكتشف ان هو لا 1-1-0 لما تشوف فروم انسايد. فاذا ده هيخلينا نقول ان انت محتاج ليجن بريبريشن استنتيك تكنيكس، ان انت تستخدم بعض الحالات الاف اف ار عشان تعرف السيجنيفيكانس، لكن هنا الايبوس هو اللي هيكون ليه اهميه كبيره هنشرحها. الاف اف ار مثلا في الليجن ده انت متوقع ان هو يكون فيري سيفير، لكن لو عملوا له الاف اف ار او الاي اف ار لقوا ان هو مثلا مش سيجنيفيكانت، هنا هو ليجن ثاني ليجن لوكس اللي هو ليست تايب، لكن الاي اف ار او الاف اف ار هنا كان سيجنيفيكانت اقل من 0.80. مهمه برضو الاف اف ار عشان like in such patient ان هو after extending the LED to left main like this and then there was a compromise on the circumflex but after they did the FFR ممكن يطلع ان الليجن is not that severe، ممكن لو if you give nitrates it may improve، وبالتالي IFR بالذات ان هو to confirm whether you need to work on the circumflex او لا، دي اكتر indication بنستخدمه. طيب الايبوس بقى هنا احنا هنتوقف عنده شويه، هنقول بعض الحاجات. ايه اهميه انك تعمل ايبوس قبل ما في حاله الليفت مين before you go؟ عشان الانترميديت ليجنز وعشان الاوستيوم اوف ذا ال اي دي اند سيركمفيكس از ات انفولفد ولا لا، سايزنج اوف ذا ستنت، عاوز تعرف اي ستنت، البروسيدر بلانينج، هل بحتاج تو دي بالك، هل في كالسيفيكيشن محتاج انت تعمل روتابليشن في بعض الحالات. فده قبل الانترفنشن الايفوس هنا از يوسفول للحاجات دي كلها. افتر الايفوس بقى مهم جدا هنا عشان ايه؟ عشان الدايمتر، وده هنشوف اهميه الدايمتر ازاي في البيشنتس هتعمل لهم ليفت مين انترفنشن، او توصل الام اس اي اللي هو السايز او الدايمتر بتاع الليفت مين ترانك اعلى من 8، الاوستيوم بتاع الليل دي يكون اعلى من 6، الاوستيوم بتاع السيركمفكس اعلى من 5، ما يكونش فيه بلاك بيردن اعلى من 50%. فبعد ال deploying the stent الايبوس هنا بيقول لك ان انت الستنت دي expandable well or not expandable well، هل في ايدج دايسكشن في الستنت او لا، المال ابوزيشن. طيب فاودو دي مثلا اكزامبلز ويتش اوف ذيس ليفت مين ليجنز ار سيجنيفيكانت، وبالتالي محتاجين تبقى تريتد. ده مثلا اللي احنا شايفينه، وده الليفت الايبوس بتاعه، فالليجن ده طلع ان المكان ده بتاع الليفت مين از 4.6 وبالتالي اتس نوت انف. هنا مثلا طلع ان هو 5، المكان ده المينيمم لومينتر دايمتر او اريا هي 3.2. فاذا احنا في ارياز احنا بنعتبر ان هو اف يو جو يعني ذا بيجر ذا بيتر. فالكريتيريا فور سنت اكسبانشن اندر اكسبانشن في الديستال ليفت مين بايفركيشن از فيري امبورتنت، تعرفها بس بالايبوس، ممكن الانجيوغرافيك فايندنج ما تبقاش كفايه. ده بروكسيمال ليفت مين وده الليفت مين كارينا، وانت عاوز ان هو معظم الستنس اللي استخدمها توصل ليفت مين بروكسيمال ل 5 ملم، الكارينه بتبقى اقل، الاوستيال ال اي دي مثلا برضو من حوالي من 4 الى 5. ده اللي هو بيسموه البوليجون اوف كونفلوينس. ليه؟ عشان ياخدنا للسلايد دي، ان هو البروكسيمال ليفت مين انت عاوز الاريا دي تبقى حوالي 8 ملم، والاريا اللي هو الكونفلوينس ده البوليجون اوف كونفلوينس تبقى 7 ملم، ال LED 6 ملم، السيركمفكس 5. ده في الايديال انترفنشن في الليفت مين، انت عاوز توصل
دول. فده it's difficult to know without rhinos. ايه فايدة ده؟ لو ما عملوا الاستادي دي لو هما لما يحصل بقى under expansion ما وصلتش في الديامترز دول فالاوتكم او الريستنوزس كان اعلى. ده مثلا ده immediate post stenting ده كان 6.8 6.3 ده كان ده وده 5 وده كان 4 اللي هو circumflex. Now the four segments meet the adequate expansion criteria. بالتالي حصل restenosis أثناء الفولو. طيب هنا بيقارنوا البيشنس اللي هو IVUS guided intervention باللي هو مش IVUS guided اللي هو مجرد بالانجيوغرافيك guidings. فطبعا الoutcome is much better في IVUS guided. البريدكتورز اوف restenosis برضو أهم حاجة فيها الأندر expansion اللي تعرفه بالIVUS post intervention. The under expansion is very important. There in several studies, the target vessel failure, if you go by the angiographic guidings, وهو في الإكسل study لوحديها طلع إن هو 45% إلى 50% من الحالات احتاجوا يغيروا decision after using IVUS post stenting. طيب بالذات لما تستخدم two stents, يعني when they use only one stent, the under expansion can less common compared to two stent techniques. وليس instant resources. أما مع two stent techniques under expansion can higher والinstant resources can more to happen. دي الstent area كل ما الstent area تبقى أعلى كل ما outcome كان أحسن. ده في الإكسل study. طيب وبالتالي IVUS is important to assess expansion deploying the stent الostium بتاع LED circumflex edge dissection كل ده كان مهم IVUS. دي كانت الريكومنديشنز نو IVUS should be considered to assess the severity of unprotected left main or it should be considered to optimize the treatment of unprotected left main. طيب اخر حاجه هتكلم عليها يمكن في ميكانيزمز اللي هي بتعمل حاجه اسمها longitudinal distortion لما when you deploy the stent في left main ممكن تكون سببها اثناء when you pull the balloon تلاقي ان هو الستنت ممكن ما تبقاش stable يبقى distorted stent ممكن من البالون. وبالتالي احنا احسن it's better to push the balloon a little bit and then withdraw it gradually from the stent عشان longitudinal distortion ده. او الواير اللي ورا الستنت when you pull the wire اللي هو جيلد فده برضه ممكن distort the stent دي اللي هي longitudinal distortion. دي مهمه في ايه؟ في الاكسل ستادي لو اللي هو الستنت deformation حصل في حالات كتيره برضه المالتيبل اوفرلابنج الستراد لايرز انت بتعمل هنا بايفركيشن ستنتنج وستنتس فوق بعضيها بالذات عند الكارينا فتتوقع ان ممكن يحصل ستنت فورميشن. ده بيشنت بعد افتر يو بوت ذا ستنت فيه وده المنظر وده الايفوس بتاعه. احيانا وات يو دونت سي باي انجيو يو ديسكفر باي ايفوس ذات ذا ستنت از اندر ديبلويد وانت محتاج ان انت تو ري اكسباند تاني. طيب وبالتالي الايفوس جايد بي سي اي بالذات از امبورتنت. ده كان في نوبل ستادي وفي الاكسل ستادي نو ايفوس جايد بيغير ال 52% الديسيجن ميكنج كان اتاثر بالايفوس ستادي. اخر نقط برضه بتكلم عن الاوبتيمال ستنت تكنيك زي ما قلنا مهمه وان انت الايمجنج از فيري امبورتنت ابروبريت يوز. الانجل بتوين دي ال اي دي اند سي اكس از فيري امبورتنت تو ديتيرمين كايند اوف دي تكنيكس. اعتقد دكتور نبيل هو هيشرح الحته دي بالتفصيل ان هي شالو انجل ولا هي وايد انجل. طيب اي ثينك ان انا كده اي ستوب هير وزميلي صديقي الدكتور نبيل هيكمل الجزء اللي فات. اذا حبيتوا تخلوا المناقشه بعد محاضره شكرا دكتور احمد. مساء الخير دكتور نبيل. مساء الخير ازيك يا محمد. مساء الفل ازاي الصحه منورنا. دكتور احمد محاضره جميله ربنا يخليك. تسلم ايدك يا دكتور احمد. احنا قبل ما نتقابل مع حضرتك يا دكتور نبيل في كومنت صغير قوي الدكتور خالد النادي طبعا مشرفنا وهيقول لنا كومنت صغير هو كان قال في الشات عايز يسال او عاوز يكومنت وفي دكتور احمد سعيد وفي سؤال تاني هو
على المينيمال كات اوف فاليو اوف ليفت مين اريا بالايبس. اتفضل دكتور خالد. اشكركم. اتفضل. شكرا دكتور احمد. شكرا يا فندم. اشكرك يا باشا. دكتور خالد اتفضل. دكتور خالد اتفضل. الو ايوه خالد ازيك حضرتك يا فندم؟ انا دكتور خالد اتفضل بيه. انا مش سامع حضرتك كويس بس يعني جهد مشكور يا دكتور احمد. شكرا دكتور محمد. دكتور نبيل زي حضرتك دكتور شريف مشكور ربنا يكرمكم. هو بس النقط اللي كنا عايزين نوضحها لحضرتك من دكتور احمد على لنا عليها, هل في سبيشال ريكويرمنتس فور ذا كاست لاب اف ام جوينج تو ورك اون ذا ليفت مين اند بروتكت ليفت مين؟ This is the first question. And the second question is, if I have made a shaft left main or this left main, should I cover the ostium as well? ولا دي بتخضع لكل حالة لوحدها. And which is better? If the ostium is free and the stenosis is nearby the ostium, should I continue the stent of the ostium or the left main or just to leave it? Which is better according to these studies? It's very important question دكتور خالد, واعتقد الدكتور نبيل يمكن دي هتكون بعد اذن حضرتك يا دكتور احمد مجدي دي هتبقى covered in details يمكن في المحاضره بتاع الدكتور نبيل مش كده؟ هو الجزء الاولاني بس هرد على الدكتور خالد فيها. انا قلت الاول حاجه حضرتك كريتيريا ان السنتر اللي بيعمل ليفت مين يكون هو able to manage all the serious challenges او complications that may happen. اي حد مثلا بيعمل intervention في مثلا small cath lab ما عندهمش surgical standby وما عندهمش comprehensive intervention tools وكده, فلازم يكون مكان. بس انا ما حبيتش اطول عليكم, لكن في مقارنه beautiful ما بين الhigh volume center اللي بيعمل intervention left main واللو فوليوم سنتر, واضح الفرق كبير جدا ما بين ان انت بتعمل ليفت مين عدد معين في السنتر بتاعك. اكسبيرينس از امبورتنت والفوليوم اوف ذا سنتر از فيري امبورتنت. الجزء بتاع الميد شافت او الاوستيوم اعتقد دي ما فيش فيها كونسنسس, يمكن دكتور نبيل هيبقى برضه هيغطيها, لكن اعتقد ان انت اذا كنت هتحط فروم هيلسي تو هيلسي اف يو لايك تو افويد بس الديستال, يعني الخلاف بس ان انت تغطي الديستال ولا انت It's better لو الديستال is normal, it's better to leave it. مثلا بعض الناس يعملوا كده, لكن لو هو من الاوستيوم انت obligatory ان هو الليفت مين is not a long segment, فانت كده كده you have to cover a bit of the mid shaft. شكرا دكتور احمد. السؤال الثاني اللي كان من الدكتور احمد سعيد على المينيمال كات اوف فاليو بتاعه الليفت مين اريا باي دي ايز تو بي سي. انا حطيتها ان هم المينيمال او اللي هو يستحسن هي توصل بيها ان هو 8 ونص, وان هو الكارينا عند 7 والال اي دي وعند 6 والسيركمفيركس عند 5. فطبعا احنا ريتروسبكتيفلي لو انت بتعمل ايبس كل الحالات وعصر سلوز هترجع تاني وتقول لا اصل احنا كان السيرفيس ما وصلناهاش. هم بالنسبه لهم الايبس روتين, الايبس بيحسب بيه الارياز دي, ويمكن بيقولوا ذا بيجر ذا بيتر. يعني انت عملت من غير ما تعمل تو ماتش مانيبيوليشنز, ان انت عملت دايليشن وعملت بالون اكبر والاريا بتاعتك اكبر. هم اللي حددينها بالرقم ده, الصوره اللي انا كنت حاطها 8 و7 و6 و5. تمام. طبعا دكتور محمد حسين بس عندي كويشن يمكن ده الاخير. دكتور احمد مجدي اكسلنت برزنتيشن حقيقي, بس هو دو يو ثينك ذات وي كان دو ليفت مين without IVUS? I mean, it's a criminal to do lift me without IVUS or not? هو بس انا ما بحبش استخدم الكلام اللي هو ايه جامد او criminal, وانه انت ما عندكش مثلا IVUS مش available, وانت احنا بيقول state of the art ان هو if you have IVUS بس هيبقى استخدمه, لكن كلنا بنشتغل lift مين. بس احنا عندنا برضو خبرة, واحد زي مثلا انتونيو كولومبو بيشتغل lift مين ويستخدمش ايفوس خالص, بيقول لك الاي بتاعك هي الايفوس بتاعك. It is better to do left main ايفوس, هو مخليينه 2A في الجايد لاينز, لكن if you don't have it you have to be cautious, you have to make the يعني measurements وكل حاجه. لكن كريمنال دي ما حدش, الدكاتره مش معقوله كريمنايز ذيم سيلفز, يعني اللي احنا is not the case. اوكي تمام. شكرا دكتور احمد. ننتقل الان الى الجزء الثاني من اللقاء النهارده.
والمحاضره اللي احنا نقفل بس الشيء دكتور احمد مجدنا عشان حاضر الاستاذ دكتور نبيل فرج وهيكلمنا بقى عن على التيبس اند تريكس اند ديفرنت استراتيجيز اوف ليب مين انترفنشن. اتفضل دكتور نبيل. انا مش شايف منين يا شريف اقفل فوق خالص على الشمال فوق خالص عند الشيء الاخضر. اوكي اوكي ستوب شير. لا ستوب شير ستوب شير خلاص انا ستوب شير. اتفضل دكتور نبيل. الأول طبعا مساء الخير عليكم كلكم كل سنة وانتم طيبين. أنا العيد خلص وطبعا زي ما احنا شايفين احنا بنعدي بوقت صعب جدا وربنا يا رب كده يحفظنا جميعا من كل شر وكل مكروه. يعني احنا نتمنى ان شاء الله الفترة اللي احنا فيها دي تعدي على خير وان الفترات اللي جاية بقى تكون افضل بكثير ونبدأ نشتغل نرجع تاني نشتغل زي الأول. طبعا بشكر الدكتور احمد على المحاضره الجميله اللي هو غطى جزء كبير جدا من الحاجات المهمه. ومحاضره الدكتور احمد من الحاجات المهمه جدا ان احنا لازم نبقى عارفينها. انا هشرح حاجات تكنيكال اكتر بالنسبه لي. دكتور احمد طبعا ادى فرشه كويسه جدا على الليفت مين انترفينشن. انا هتكلم على البايفوركيشن والليفت مين عامه تيبس اند تريكس. وعايز يعني انا الهدف من المحاضره دي الاتي. نمبر 1 لما يبقى عندنا بايفوركيشن ليجن اول حاجه امتى نقرر من الاول خالص تو ستنت ستراتيجي فيرسس 1 ستنت ستراتيجي او بروفيجنال ستنتنج. دي حاجه مهمه جدا عايزكم تبقوا عارفينها ونقدر نجاوب على السؤال ده كويس. السؤال الثاني بالنسبه للتو ستنت ستراتيجي نختار انهي تكنيك وهنختار انهي تكنيك بيزد على ايه. برضو دي حاجة مهمة جدا لأن مش كل البايفوركيشن ليجنز هنتعامل معها بوان تكنيك عشان كده عملوا فيريس تكنيكس للبايفوركيشن ليجنز. ولو احنا عارفين ان الليفت مين ليجنز هي الماجوريتي اوف ليفت مين ليجنز هي البايفوركيشن والترايفوركيشن وان الاستيال والشافت ليجنز تقريبا بيمثلوا 24% والباقي هو عبارة عن باي وترايفوركيشن ليجنز اللي هي المور كومبلكس انترفنشن. واحنا دايما لما بنيجي نتكلم على الليفت مين انترفينشن دايما اقول الليفت مين انترفينشن ما ينفعش فيه دايركت ستنت. الليفت مين انترفينشن لازم ليجن بريباريشن. ليجن بريباريشن لانه عاده بيبقى فيه سام كالسيفيكيشن ممكن ما نبقاش شايفينها بالانجيوغرافي وممكن نشوفها بالايفوس زي ما دكتور احمد قال. حتى لو ما فيش كالسيوم عاده الليجن بتاع الليفت مين بيبقى مور فايبرس وبيحتاج ليجن بريباريشن كويس ببالون دايلاتيشن before going to stent. ودي one of the important point for success for left main intervention. أول سؤال عايزين نجاوب عنه إمتى نقول to stent من الأول خالص وإمتى نقول one stent. اللي بيقرر ده هو ال proper analysis of the side branch. ال side branch في left main ده ممكن يبقى circumflex. سايد برانش ده في ال LED يبقى دياجونال سيركونفليكس ممكن يبقى اوبتيوز مارجنال وفي رايت كوروناري ممكن يبقى البي دي او البوسترولاترال برانش. يبقى السايد برانش هو اللي هيقرر انا هستعمل تو ستنتس ولا وان ستنت من الاول. ايه بقى البارامترز او الكاركترستكس اللي موجوده في السايد برانش تقول لي من الاول خالص انا هقرر تو ستنت فيرسس وان ستنت. والبارامترز دي ممكن تؤخذ كلها على بعضها مش وان بارامتر والباقي لا كلها تؤخذ على بعضها. اول بارامتر بنبص عليه as regard the side branch هو size of side branch. والsize بمعنى not only the diameter وبالdiameter نقصد اذا كان 2.5 or more the sizable side branch but also the length. لو عندي سايد برانش طويل long side branch معناه no supplying a big area of myocardium. يبقى الديامتر as well as the length الاثنين should be taken into consideration واحنا بنأسس السايد برانش size. نمبر 2 هو نبيل. صوت الدكتور نبيل يمكن النت عنده دكتور شريف انت سامع دكتور نبيل؟
اتصل بيه. الصورة حتى ستاند ستيل. أوكي. طيب دكتور سيد محمد سليم، في أسئلة هو ما كلمه أسئلة موجودة على الكومنت، هو ما كلمه هل ممكن تسألها دكتور أحمد مجدي غير ما أنا أتواصل مع دكتور نبيل. طيب. ممكن تخلي احمد يحيى يتكلم يا دكتور شريف؟ دكتور احمد يحيى عاوز يتكلم، ممكن نعمله ان ميوت. دكتور احمد مساء الخير. دكتور احمد هو لسه داخل؟ دكتور احمد انا شايف دكتور احمد يحيى حجاب، فانا عايز اعمله ان ميوت كده. طيب احنا خلينا نسألكم، يعني احنا دلوقتي اتكلمنا على مقارنة الباي باس جرافتس بالانترفنشن. السلام عليكم جميعا، ما كنتش عارف بس اخش، انا من الاول متابع معاكم يا جماعة. بس دكتور احمد مساء الخير. دكتور احمد ازي حضرتك؟ دكتور سليم اهلا بيك، الله يكرمك يا رب. ازيك يا باشا؟ ازي الصح؟ منور يا دكتور احمد يحيى. منور يا دكتور احمد يحيى، منور. اتفضل يا احمد. ايوه اتفضل يا احمد. لا كنت عايز بس احييك واشكرك على المحاضره الجميله والدكتور سليم طبعا حاضر من اول خالص، من اول الميتنج ما بدا والدكتور سليم قدم المحاضره. نورنا يا باشا. وفي مشكله مع الدكتور نبيل فرج دلوقتي؟ هو بيتكلم مش عارف، عنده مشكله في الكونكشن، فمتهيألي هو الدكتور شريف حسين بيتواصل معاه وبيشوف ايه المشكله بالظبط. هو كان في سؤال من الدكتور رامي الرويني. هو بس انا كنت عايز بس لو يعني اشوف راي حضرتك دكتور سليم والدكتور احمد مجدي، لان لو بالنسبه لل يعني شورش اوف سبلايز اللي عندنا وحتى في البرايفت ال يعني البيشنت كان نوت افورد، قلت نوت اولد بيشنت كان افورد الكوست بتاع الايفوس ومش افيلبل في اماكن. القاعده بتاعه الليفت مين يساوي تلتين مجموع السايز باي مليمتر ديامتر في الليفت في ال اي دي وال سي اكس، ويبقى قبل ما نشتغل متوقعين السايز بتاع الليفت مين قد ايه ومحضرين البالونه بشورت انف انها ما تعديش الكارينه. يعني كل دي احنا يعني زي ما بيقولوا بنتصرف يعني في بلد ما فيهاش امكانيات كتيره. شايف سامعيني ولا مش سامعيني يا جماعه؟ سامعينك يا احمد. سامعيني حضرتك يا بيه. اتفضل بسرعه، الصوت واضح جدا. ايه رايكم في الكلام دوت؟ يعني الواحد بيحاول يطبقه ات وركس في معظم الحالات، يعني هل دي برضه لسه تبقى كرايم برضه ولا مش عارف؟ لا بيه، انا هقول لحضرتك بعد اذنك يا دكتور احمد مجدي، انا هقول بس كومنت صغير. هو زي ما حضرتك بتقول يا دكتور احمد وتفضلت ان الايميديت واللونج تيرم ريزلتس في الليفت مين بتعتمد على التكنيك الحقيقه والاوبتمايزيشن اوف ذا تكنيك، ودي بترجع للاوبريتنج اكسبيرينس وبترجع للافيلابيلتي للاوب هاردوير اند تولز. فلو الحقيقه اللي عشان الحاجه الثانيه ان مفيش اد هوك ليفت مين، يعني في المعظم مفيش اد هوك ليفت مين، وبالتالي لازم اكون عامل بريبريشن كويس قوي. ولو انا مش هقدر اعمل اوبتمايزيشن لكل الحاجات ومظبط التولز بتاعتي وموفرها سواء في البرايفت او سواء في الجفرنمنتال او الانستتيوشنال وورك، اي ويل ريفير ذا بيشنت تو سيرجري اكوردنج للجايد لاينز، بالذات طبعا في الانترميديت وفي الهاي ريسك سكولز. طبعا دكتور احمد مجدي يتفضل برضه يقول الاكسبيرينس. هو دكتور احمد يحيى، هو السلايد اللي انا ما وريتهاش ان هي الهاي فوليوم سنترز والهاي اوبريتور اكسبيرينس يبقى الاوت كم احسن كتير. فاحنا كمثلا احنا كمعهد قلب اشتغلنا حد كتير قوي الاول في وبعدين في الالكتيف كيسز ايفوس از امبورتنت، لكن احنا حتى الحاجات اللي بنشتغل بيها دلوقتي ما كناش نحلم ان عندنا قبل كده، تتحسن ان شاء الله. لكن ما نقدرش نقول ان هي بلاش لازمه، لا هي ليها لازمه، لكن احنا وبنعلمها للناس. خلي بالك ان الجزء كبير من الناس الزمان اللي هو معانا دول بعد كده بيشتغلوا مثلا او عندهم برضو الايفوس قابل لكل العيانين. انا شايف الدكتور نبيل وصل اهو. دكتور نبيل انت معانا؟ عندك فجأة كده فصل خالص. احنا كده شايفينك.
معلش يا بيه تمام كده وسامعني كويس اه سامعين حضرتك اتفضل يا دكتور نبيل اتفضل طيب بير. نبدا معلش الجزء اللي انت وقفت عنده احنا مستنيينه اوكي انا هي السلايد دي يمكن هي بتوقف الانترنت فانت اخو انا حاول سلايد قوي طيب لو انا هي سكرين قدامنا شايفين سكرين انا بيه شايفينها كويس اوكي ماشي فيري جود كمل انت زي ما كم لو انا مش عارف انا وقفت فين انما طبعا احنا بروبر اناليسز للسايد برانش مين بوينتس اللي هي السايز والمقصود بالسايز دايامتر اند لينث السايد برانش ستينوز سيفيريتي اذا كان سيجنيفيكانت اور نوت وطبعا في حاجات كتير زي ما قال دكتور احمد ممكن اذا كان السايد برانش ستينوز بوردر لاين وكان اسيسد باي اف اف ار او ايفوس الاكستنشن اوف ستينوزس بياند ذا اوستيوم قد ايه هو لو اكتر من 5-10 ملم طبعا وسايزابل سايد برانش تيكينج انتو كونسيدريشن في الحاله دي ممكن وكان ديسايد تو ستاند ستراتشي فروم ذا ستارت حاجه من الحاجات المهمه جدا وقالها الدكتور احمد هو السايد برانش تيك اوف انجل دي احنا هنتكلم عليها بالتفاصيل بعد كده لان دي مهمه في ايه بقى مش مهمه مش فقط في ان انا اختار تو ستاند ستراتشي فروم ذا ستارت انما هختار انهي ستراتشي هل هختار ستراتشي اللي بيها ستانت السايد برانش فيرست وبعد كده المين برانش زي الديكي كراش او هختار ستراتشي تو ستين ذا مين برانش فيرست بعد كده السايد برانش زي التاب تكنيك وهنتكلم على بالتفاصيل بعد الحاجات ان جنرال لازم نبقى عارفين كلنا ان السنجل ستانت ستراتشيز هي البريفيرد اوفر تو ستانت ستراتش ولازم نبقى عارفين ان majority of left mean bifurcation lesions are simple and the provisional single stent crossover approach from the left mean to the left anterior descending artery is performed in 75% of cases يعني تقريبا 3 ارباع الحالات بتحتاج single stent فقط وجي الجايدلاين ريكومنديشن اذا كان European Society of Cardiology guidelines في 2018 وكانت class 1 recommendation level of evidence A قالك stent implantation in the main vessel only followed by provisional balloon angioplasty with or without stenting of the side branch is recommended for PI of bifurcation lesions. يعني هما they recommend single stent over two stent stretch. ودي واخدة class 1 recommendation. The European Bifurcation Club consensus في 2017 برضو كان واضح جدا قال ان the main vessel stenting with provisional side branch treatment if needed is recommended as preferred technique for the majority of bifurcation lesions يبقى احنا نتفق مع بعض كلنا ان السنجل ستنت استراتيجي هي اسهلهم وهي اكترهم في الاستعمال وهي اللونج تيرم اوت كام بتاعها احسن واحد فيهم يعني تقريبا 75% حتى في الليفت مين انترفينشن وي دونت نيد ان احنا تو ستنت ذا سيركمفلكس طيب ازاي بنعمل البروفيشنال ستنتنج البروفيشنال ستنتنج ده هنتكلم على البرينسيبلز بيزد على اليوروبيان بايفوركيشن كلاب وهنقولها الاول نظري كده وبعد كده هنعرضها على حالات علشان نبقى احنا عارفين اول حاجه بنواير بوث ارتريس اذا كنا هنشتغل ليفت مين يبقى هنواير بوث ال ال دي والسيركمفلكس وي هاف تو بوت واير ان بوث دي مين ارتري اند ذا سايد برانش اول بوينت ودي نقطه ديبيتابل وهم سايبينها للاوبريتور هو اللي يقرر اذا كان تو بري دايليت السايد برانش اور نوت انما بري دايليتيشن اوف ذا مين برانش از امبورتنت زي ما قلنا ليجن بريبريشن از امبورتنت انما دايليتيشن اوف ذا سايد برانش قبل ما نعمل حاجه ده اوبريتور ديسيجن بمعنى ايه لو انا شايف ان الستينوسس سايد برانش از فيري سيفير فور اكزامبل سب توتال فور مثلا يعني وان انا لو انا عملت انترفينشن لل او اي بالون دايليتيشن للمين ارتري هيكمبرومايز او هيكلود السايد برانش في الحاله دي ممكن اعمل بالون دايليتيشن للسايد برانش واعمل في الحاله دي انا شخصيا بعمل بالون دايليتيشن للسايد برانش باندر سايز بالون تو ايفايد دايسكشن اوف سايد برانش لان تاني ممكن احتاج تو ريكروس للسايد برانش ده ولو انا انيشيتد دايسكشن في السايد برانش ريكروسنج ممكن يعمل لي اوكلوجن اوف ذا سايد برانش تاني السايد برانش دايليتيشن از اوبشنال وبيعتمد على الاوبريتور اكسبيرينس والاوبريتور ديسيجن
اللي مع السايد برانش دايليتيشن ان هو بيديني روم ان انا اني ما يقفلش السايد برانش. الاجينست هو الدايسكشن ممكن تحصل في السايد برانش تخلي الري كروسنج ريسكي وممكن ان انا تاكلود وانا بعمل الري كروسنج. بنستنت ازاي؟ بنستنت بيزد على الديستال ريفرنس دايامتر. يعني لو انا هشتغل ليفت مين انترفينشن هختار السايز اوف ذا ستنت بيزد على السايز اوف ذا ال اي دي. فور اكزامبل لو انا عندي ليفت مين 5 ملم او 4.5 ملم وعندي ال اي دي 3.5 او 4 ملم, ستنت سايز شود بي ايكوال للال اي دي دايامتر. عشان كده عملوا البوت او البروكسيمال اوبتمايزيشن. البوت دي الهدف منها ان انا اوصل السايز اوف ذا ستنت في الليفت مين تو ذا ليفت مين سايز. يبقى انا هختار السايز اوف ستنت بيزد على ال اي دي سايز. فلو هو 4 او 3.5 هختار السنت 3.5 وبعدين اعمل بوت بنون كومبلاينت بالون في الليفت مين ب 4.5 او 5 بيزد على السايز اوف ذا ليفت مين. الكيس في البروفيجنال ستنتنج او في السنجل ستنت استراتيجي از اوبشنال. يعني ايه؟ يعني لو انا قررت ان انا هستعمل وان ستنت ليفت مين ال اي دي اعمل كيس بقى, يعني اعمل كيسنج ال اي دي وسيركمفليكس ولا لا, ده اوبشنال وبيعتمد عليك وبيعتمد طبعا على هاو سيركمفليكس از كومبرومايزد. انما الكيس او البالون كيسنج از مانداتوري في التو ستاند ستراتش. يبقى ثاني بقى عارفين السنجل ستاند ستراتش الكيس از ان اوبشن, انما في التو ستاند ستراتش از مانداتوري تو دو كيس. ودي بيزد على ال European Bifurcation Club. هبدأ أعرض حالات بيزد على أنا قلته. هعرض حالة Provisional Stenting, هعرض حالة اخترت فيها تاب وهقول اخترت فيها تاب ليه, وهنعرض حالة ديكي كراش وهنقول ليه اخترنا ديكي كراش, وهنقول Recommendation بتاع European Bifurcation Club بتختار التو ستنتس بيزد على إيه زي ما قلنا قبل كده, وبتختار التكنيك اللي هو تكنيك تو ستنت زي مين برانش فرست زي التاب امتى, تكنيك تو ستاند ذا سايد برانش فيرست زي ديكي كراش امتى, وهنتكلم عليها. نبدا بحاله دي كيس هي كانت فيميل بيشنت جايه طبعا بسيفير انجينا وطلع عندها هي كانت حاطه ستين في ال اي دي قبل كده في الاوستيوم اوف ذا ال اي دي وجايب سيفير انستنت ريستينوز از ذا اوستيوم اند بروكسيمال بارت اوف ذا ال اي دي. وكان عندنا لو بصينا على الليفت مين هنلاقي ان في بلاك في الميد سيجمنت اوف ذا ليفت مين وان الليفت مين ده كان ان هيلث. النقطة الثانية ان انا لما يبقى عندي true osteal lesion في ال LED it is not preferred ان انا اعمل precise osteal stenting. لما يكون عندي true osteal lesion في ال LED do it as left main, don't do it as an osteal LED فقط. دي حالة. والدكتور احمد طبعا قال نقطة مهمة جدا, انت تشتغل radial ولا تشتغل femoral طبعا بتعتمد على your experience. الفيمورال is a very good access site, radial is a good access site. الفيمورال is preferred over radial لو انا هستعمل 7 French guiding caster. وزي ما قال دكتور احمد 7 French guiding caster تقدر تدخل 2 stents منها مره واحده, تقدر تستعمل طبعا ايفوس وتقدر تستعمل روتا بليتر وتقدر تستعمل طبعا to put 2 stents together. الحاله دي انا عملتها كان ترانس radial وكان البلان ان انا اعمل single stent strategy. اعمل single stent strategy لان زي ما احنا شايفين هنا ان الاوستيوم اوف سيركمفليكس شكله ما هواش severely diseased او ما عنديش a significant stenosis as the ostium of the circumflex. تاني نرجع تاني في left main lesion احنا we have to wire both, we have to wire حتى لو circumflex looks normal we have to wire both the LED and circumflex. And lesion preparation again is very important. مفيش حاجة اسمها direct stent. لازم balloon dilatation. احنا هنا طبعا we wired both the LED and circumflex زي ما احنا شايفين كده. وبعدين عملنا balloon dilatation. Lesion preparation وبعد كده عملنا stent left main LED. تاني اخترنا size of the stent according to the size of the LED. زي ما احنا شايفين احنا بنديبلوي ستنت ليفت مين ال اي دي وبعد ما بنعمل كده بنعمل بوت. ازاي بنعمل بوت؟ البوت ده بيتعمل بشورت نون كومبلاينت بالون
والشورت نون كومبلاينت بالون دي السايز بتاعها should be equal to the size of the left main علشان نتاكد من stent apposition في left main. فلو left main ده 4.5 او 5 بستعمل نون كومبلاينت بالون 4.5 او 5. وطبعا we have to position البالون ده just at the ostium of the LED and just before the carina. هنلاقي ان الدوت اللي هي بتبقى عند التيب بتبقى بعد الكراينا, انما البودي بتاع البالون نفسه بالظبط at the carina. احنا we stented first left main LED وبعدين قررنا ان احنا نعمل بوت او proximal optimization. الproximal optimization هنا بيفيدني في كذا حاجة. بيفيدني number one طبعا ان هو good opposition للstent struts في left main. الحاجة التانية ان انا الrecrossing للside branch بيبقى much more easier. الشكل اللي بتاخده الستنت الليفت مين بيبقى ليفت مين كده كده, فبالتالي الواير ريكروسنج للسايد برانش بيبقى much more easier after البوت or proximal optimization. في البروفيجنال ستنتنج, وخلي بالكم البروفيجنال ستنتنج غير التو ستنت تكنيكس, ان بروفيجنال ستنتنج الريكروسنج بالواير is preferred to be as a distal stent strut. Distal stent struts كده لان انا لما باجي اعمل بالون دايلاتيشن بفتح الستنس بالشكل ده, فبتعمل لي some sort of scaffolding للاوستيوم سيركمفلكس. وبالتالي لو انا عندي اوستيال ليجن في السايد برانش جاست اوستيال ليجن وعملت scaffolding بالشكل ده, في الحاله دي حتى لو الاوستيال ليجن is significant ممكن ما احتاجش to stent this side branch. عشان كده is preferred ان احنا ال recrossing يبقى from the distal stent strut in case of provisional stenting. وطبعا بنعمل الكيس او الفاينل كيسنج انفليشن لو احنا هنعمله, وقلنا قبل كده in provisional stenting الكيس is optional. لو احنا هنعمل الكيس بنختار non compliant balloons, والnon compliant balloons دي كل بالون equal to the size of the main branch to equal to the size of the branch. إذا كان ال LED هنختار non-compliant balloon equal to the size of the LED, و circumflex non-compliant balloon equal to the size of circumflex, ونعملهم inflation بالشكل ده. وهنتكلم على الكيس بعد كده, لأن عندنا الكيس ده عندنا one step case أو two step case, وهنشرحها بالتفاصيل وأهمية ال one step وال two step case إزاي. بعد ما عملنا proximal optimization وقررنا ان احنا نعمل كيس, وطبعا قلنا ازاي تعمل optimal final kissing, قلنا هو optional and provisional, mandatory في complex technique زي two stent. بنستعمل short non-compliant balloon size according to the distal vessel diameter. side branch first, يعني side branch first يعني ده اللي بيسمعه one step kiss. ان انا we can inflate ال non-compliant balloon at side branch first at high pressure وبعدين deflate, وبعد كده inflation of both balloon at nominal pressure together, ونعمل طبعا simultaneous deflation, وبنحتاج شوية long inflation 20 to 30 seconds even حتى left main bifurcation. بعد ما بنعمل ال final kissing inflation we have to end up by what? Proximal optimization. يعني احنا already عملنا POT ثم KISS ثم POT تاني, علشان الفكرة من POT ايه, ان left main ده is a circular, الكيس بيعمل الشكل بيبقى شوية oval, POT بيخليه circular او بيخلي stent شكلها circular في left main. عشان كده we have to end by POT, ما تكتفيش بي final kissing. ودي فكرة ان انا بعمل الكيس والكروسنج from the distal stent struts, ان انا بالستنت هنا لما بعمل كيس بعمل scaffolding للاوستيوم of the circumflex, وبالتالي حتى لو عندي اوستيال ليجن precisely عند الاوستيوم of the circumflex مش هحتاج ان انا to stent this side branch. وده زي ما عملنا الفاينل كيس. وبعد الفاينل كيس we have to end by proximal optimization. وزي ما احنا شايفين ال final result هنا is good, left main is okay, LED والcircumflex is okay, زي ما احنا شايفين كويس.
ما احتاجناش ان احنا to stand the side branch, وان احنا we can stop at this point by a single stent strategy. Again, this is the final result after stenting left main LAD, proximal optimization, case, ثم proximal optimization مرة تانية. طيب, عندنا بقى two stent techniques. Two stent techniques دول هنحتاجهم في حالات وهيبقوا mandatory ان احنا نستعمل two stent techniques. لو انا مقرر من الاول خالص ان انا اعمل provisional stenting وان انا عملت stent للمين فيسل وحصل abrupt closure للسايد برانش. Abrupt closure للسايد برانش ده is an indication that to stent this side branch. احنا دايما قايلين ان احنا السايد برانش ده should be protected by a wire. او لو السايد برانش of significant size, احنا اتكلمنا قبل كده ان احنا we have to analyze كويس قوي السايد برانش. السايز والبالسايز means the diameter and the length. والبلاك لينث والسيفيريتي اوف ستينوزيس, والبلاك لينث لو هي اكستندنج بيوند الاوستيوم باي 5 مليمتر اور مور, كل ده انديكيشن ان انا تو دو ا تو ستاند ستراتشي فروم ذا ستارت. او لو انا ان الانجل اوف سايد برانش از such that rewiring is exceptionally difficult, يعني السايد برانش ده طالع بانجل صعب قوي, انجل 90 مثلا, وان انا rewiring اوف ذا سايد برانش هيبقى صعب, في الحاله دي ممكن اقرر ان انا استنت السايد برانش فيرست, اختار التكنيك اللي انا تو استنت السايد برانش فيرست وبعدين المين برانش بعد كده. وده هيدخلنا ويتش تكنيك تو يوز. هل هنستعمل كراش, وعندنا الميني كراش والديكي كراش, وتقريبا الديكي كراش ريبليس كومبليتلي الميني كراش, وعندنا الكلوت والتي والتاب والفي والسيمالتينيس كيسنج ستنتنج, وازاي نختار ما بين الديفرنت تكنيكس دول وهنشرحها على بعض حالات هتبقى كيس بيست. ازاي هنختار؟ طبعا بتعتمد على البايفوركيشن انجل. اجين لو الانجل بتاعت سايد برانش is exceptionally difficult, make rewiring of side branch difficult, في الحالة دي هختار التكنيك اللي انا to extend the side branch first. او extent of disease في المين برانش proximal to the carina, severity of the ostial side branch stenosis, والكلام ده قلناه. والدكتور احمد كان يتكلم على الانجل والليجن انجل, مهمه جدا ان احنا اسس فور اكزامبل اللي هي الواي شيب اش از ايزي, ولكن لازم ناخد في الاعتبار ان البلاك شافت از مور برونونسد ان كيس اوف الشالو انجل. التي شيب ليجن او الانجل مور ذان 70, الاكسس هنا بيبقى مور ديفيكلت, وده يؤخذ في الاعتبار ان انا ممكن اختار تكنيك ان انا to stent the side branch first زي الديك كراش, انما البلاك شيفت بيبقى less pronounced in case of ال وايد انجل. وده اكزامبل للنارو انجل, اجين الاكسس للسايد برانش هيبقى ايزي زي ما احنا شايفين, انما البلاك شيفت هنا هيبقى عالي جدا. وعندي لو وايد انجل او تي شيبت انجل, الاكسس للسايد برانش will be difficult, انما البلاك شيفت هيبقى less pronounced, وان كيس في حاله زي دي ممكن اختار تكنيك ان انا تو ستنت السايد برانش فيرست. وستنتنج السايد برانش فيرست ده بيجارانتي بيتنسي اوف ذا سايد برانش اول ثرو ذا بروسيجر. طيب هنيجي نتكلم على بعض التكنيكس واختيارها بيعتمد على ايه. التاب تكنيك فور اكزامبل, التاب تكنيك ده اتعمل علشان تو اوفركم ذا بروبلم اوف تي ستنتنج, وتقريبا ريبليسد التي ستنتنج كومبليتلي. بمعنى احنا عندنا problem of T stenting is a precise placement of the side branch stent. بمعنى ايه؟ ان انا لو حطيت الستنت شوية distal همس الاوستيوم, وابقى انا ما عملت incomplete scaffolding of the ostium of side branch, يبقى انا ما عملتش حاجة في الاخر, سبت الليجن زي ما هو. او لو انا الستنت دخلت جوه المين artery جوه شوية وجيت احط المين branch stent, هعمل crush, هعمل some sort of crush. وغير كمان ان البروتروجن اوف ستنت في المين ارتري ده ممكن تو هندر البالون والستنتنج اوف ذا مين برانش. عشان كده التاب تكنيك هو كومبليتلي طبعا ريبليسد التي ستنتنج. وعايز انبهكم الفرق, في فرق كبير جدا بين التي ستنتنج والتاب. التي ستنتنج يو ستنت ذا سايد برانش فيرست, التاب يو ستنت ذا مين برانش فيرست. ده الفرق بين الاثنين. التي ستنتنج مشاكلها ان انت يوميمس the ostium وانت بتحط الستنت بتاعت السايد برانش, او في اكسس بروتروجن جوه المين فيسل وده هيعمل لك مشاكل وانت بتعدي البالونه.
التاب بتستنت المين فيسل فارست وبعد كده بتستنت السايد برانش، وانت طبعا بتبقى شور ان انت ستنتنج ذا سايد برانش. طيب ودي المين تكنيكال اوبشن فور الكتيف دبل ستنتنج امبلانتيشن. ده متاخده من اليورو انترفنشن او اليوروبيان بايفوركيشن كلاب. قال لك لو انا عندي لو ريسك اوف لوزينج ذا سايد برانش افتر مين برانش ستنتنج، لو ان سايد برانش ده يعني ما فيش ريسك ان انا تو لوز، في الحاله دي هختار التكنيك اللي هستنت بيه المين برانش فيرست. ايه التكنيكس اللي هستنت بيها المين برانش فيرست؟ اللي هي التي التاب التاب مش التي سوري التي ستنتنج بتستنت سايد برانش فيرست، التاب والكلات. التاب والكلات بتستنت المين برانش فيرست. اذر لو انا عندي في concern regarding side branch after main branch stenting هختار التكنيك اللي هستنت بيها side branch first زي الديكي كراش وهنتكلم عليها بعد كده، او reverse tab وهنتكلم على reverse tab في حالات بعد كده. هنعرض حالة زي الحالة دي، ده برضو patient كان صغير سنه صغير وكان 30 something وجاي طبعا بالtypical angina، ما كانش جاله previous myocardial infarction قبل كده، وعملنا له coronary angiography وانا كان شاب صغير ما كنتش متوقع ان هلاقي الكومبلكس دي، فاشتغلته هو ترانس ريديال ابروتش زي ما احنا شايفين. زي ما احنا شايفين ان رايت كرونري فيلز ريتروجريدلي من الليفت سيستم، ولما نيجي نبص على عندنا ليجن في ال دي، وكانت فيوينج اوف ذا ليفت مين او ديستال ليفت مين كان ديفيكلت قوي في العيان ده، الاناتومي كان فيه غريب شويه، انما الفيو اللي كان مبين للديستال ليفت مين هو ال ال او مع كرينيال انجليشن، زي ما احنا شايفين عندي هنا اوستيال ستينوز اوف ذا ال دي اند اوستيال سيجنيفيكانت اوستيال ستينوز اوف سيركمفليكس، وعندي هنا توتال اوكلوجن اوف ذا رايت كرونري ارتري، ورايت كرونري ارتري التيك اوف بتاعه هو انفيريور تيك اوف. في الحاله اللي زي دي يمكن يكون الامبلتس كاستر هير بريفيرد مش الجاتكن. الجاتكن بتحتاج هوريزونتال تيك اوف او سوبيريور تيك اوف، الامبلتس هو هيبقى بريفيرد في الحاله دي في الانفيريور تيك اوف اوف ذا رايت كورنر ارتري. والادفايس برضو ليكو ان احنا لو عندنا توتالي اوكلودد رايت كورنري ارتري وعندي ليفت مين ستينوز سيجنيفيكانت محتاج انترفينشن، يو هاف تو دو ذا رايت كورنري ارتري فيرست. ولو رايت كورنري ارتري خد منك وقت طويل في الانترفينشن، دو ذا رايت كورنري وبعدين بوستبون ليفت مين انترفينشن 2 تو 4 ويكس وجيبه مره ثانيه، انما اتليست you have to do the right coronary intervention first. Well, fortunate enough in the wire crossing for right coronary كان سهل، وان انا هنا استعملت الجايدنج كان جابكن، وفي الحاله دي ما هواش الايديال. تاني لما يبقى عندي inferior take off for right coronary كده the preferred is amplets اذا كان right or left. Wire crossing was easy وبعد كده عملنا balloon dilatation وright coronary اتعمل بسهوله جدا، ما اخدش وقت طويل، in 10 minutes كنت مخلص رايت كورونر. عشان كده I decided to go to the left main intervention. احنا wired both left main والLAD، وانا هنا عملت حاجة انا ضد اللي انا قلته، ان عايز اقولكم ان انا مش معنى كده ان ده صح، ان انا I did a direct stent من left main للLAD، وانا طبعا protecting the circumflex quite، وكنت deciding ان انا اعمل tap technique وده is not recommended. يمكن انا عملت كده لان العيان كان سنه صغير والبلاكس كان شكلها soft plaques والليفت مين ما كانش severely disease زي ما احنا شايفين كده، فانا I preferred ان انا اعمل direct stent، وخدت stent طويلة وتاني the size of stent equal to the size of the LAD، وstent طويلة عشان to cover the proximal lesion of the LAD، وبعد كده stented the left main LAD طبعا جيلينج ذا واير بتاع السيركمفليكس، وده المنظر بعد ستنت. وعملنا بوت والبوت كان هنا بالون نون كومبلاينت بالون 4.5 ملم، وعملنا ريكروسنج للسيركمفليكس، وهنا بالون دايلاتيشن للاوسيوم سيركمفليكس هنا جاست ان انا تو اوبن ذا ستنت ستراتس اوف ذا اللي هي توورز السيركمفليكس تو الاو باسج اوف the circumflex stent. بفتح الستنت راس عشان اقدر اعدي الستنت بتاعت circumflex بسهوله بعد كده. وزي ما احنا شايفين احنا
حطينا الستنت وفي الستنت في السيركونفلكس احنا بنحط البوزيشن بتاعها at the same time we have a balloon in the left main LED. لازم لما نيجي نعمل تاب واحنا بنحط الستنت في السايد برانش لازم يبقى عندك بالون في المين برانش علشان لو حصل اكسس بروتروجر لاي سبب من الاسباب طبعا يبقى انت عندك بالون تقدر تفتح بيها المين برانش. واحنا عملنا deployment of the stent زي ما احنا شايفين وكان عندنا minimal protrusion of stent struts in the left main زي ما احنا شايفين. وبعدين عملنا ال one step case. ال one step case هنا بالونة في السايد برانش inflated at high pressure. بعد عملنا deflation ثم inflation of both balloons together at nominal pressure. يبقى لما اعمل inflation لسنجل بالون بعملها at high pressure, لما اعمل inflation للبوث بالونز بعملهم at nominal pressure والبالونز هنا non-compliant وكل بالونة equal to the branch. البالونة هنا equal to circumflex وهنا equal to the LED. وده كان عندنا الفاينل ريزالت بتاع الليفت مين after tap stenting left main LED circumflex. بعد الكس we have to end to end up by bot تاني نفس البالون اللي انا عملت بيها bot بعمل بيها bot تاني اللي هو bot case bot. وده الفاينل ريزلت after السكند bot. افتكر ان احنا النتيجه كويسه acceptable. وعندنا good result في ال LED circumflex والليفت مين. طيب لما يبقى عندي major concern regarding the side branch after main branch sending, يعني لو انا هستنت المين برانش وعندي قلق شديد على السايد برانش ان ممكن يتقفل وانا بستنت المين برانش, في الحالة دي هختار التكنيك اللي هستنت بيه السايد برانش فيرست. التكنيك اللي هختار بيه to stent the side branch first اللي هو الديك كراش وهنشرحه بالتفاصيل او inverted tap technique. inverted tap technique يعني ايه؟ احنا بنعمل التاب ازاي؟ زي ما عملنا كان ليفت مين ال اي دي وبعد كده circumflex. لو انا قلقان على circumflex ممكن اعمل ليفت مين circumflex ثم استنت بعد كده ال ال اي دي in a reverse tap manner. انما الافضل في الحالات اللي زي دي هو الدي كي كراش. طيب ايه الادفانتج بتاعت الدي كي كراش؟ الدي كي كراش بما ان انا بستنت ذا سايد برانش فيرست دي جارانتيز ذا كومبليت كفرج اوف سايد برانش اوستيوم وايل انشورينج بيتنسي اوف بوث برانش ثرو اوت ذا بروسيجر. لما بستنت سايد برانش في الاول انا ببقى مطمن ان التو برانشز هيفضلوا بيتنت اول ثرو ذا بروسيجرز. وبعدين كمان الديك كراش دي يوتيلايز ان ذا راندمايز كنترول ترايلز وهنتكلم بسرعه على وان ترايل ان طلعت نتائج الديك كراش تقريبا زيها زي البروفيجنال ستنت ويمكن تكون افضل. الديس ادفانتج بتاع الديك كراش هي ديماندنج تكنيك ديماندنج شويه النيد ان انت تو ري واير ذا سايد برانش توايس, هتري واير بعد الميني كراش وهتري واير تاني بعد الديك كراش. وطبعا ديفنتلي بيبقى عندك اكسس ميتال 3 ليرز في المين برانش. عشان كده دلوقتي كمان عملوا حاجه اسمها النانو ديك كراش فيري فيري مينيمال بروتروجن اوف ذا سايد برانش ستنت ان ذا مين برانش عشان تو افويد ان انت يبقى عندك 3 ليرز اوف ميتال في المين ارج. الديك كراش دي واحده من الراندمايز كنترول ترايلز طلعت قرنه البروفيجنال ستنتنج بالدبل كاس او الديك كراش لقوا ان التارجت ليجن ريفاسكولاريزيشن والتارجت فيسل ريفاسكولاريزيشن كان فيفرنج الديك كراش وان الريستينوز ريت في المين برانش والسايد برانش كان اقل مش سيجنيفيكانت انما ترانس توورز ريديوسد ميس في الديك كراش اس كومبيرد للبروفيجنال ستنت. ودي كانت ترايل جديده شويه في 2019 في الكومبلكس ليفت مين بايفوركيشن قارنت الديك كراش اس بروفيجنال ستنتنج. لقوا هنا في البروفيجنال ستنتنج الريستينوز ريت تقريبا 11% في الفيرست يير, في السكند يير زاد 4.5% وفي الثيرد يير زاد 1.7%.
في الديكي كراش في الفيرست يير الريستينوز ريت كان اقل من 5%، يعني اقل من هاف الريستينوز ريت في الفيرست يير في البروفيشنال ستنتنج، وزاد 2.1 فقط في السكند يير، 1.2% في الثيرد يير، وحتى اعتبروا ان الديكي كراش سوبيريور على البروفيشنال ستنتنج في الليفت مين بايفوركيشن. طيب نيجي برضو على حاله، والحاله دي هو اوريدي البيشنت ده كان عمل انجيوغرافي وجالي عشان يعمل انترفينشن لانه كان اتطلب له انه يعمل اوبن هارت سيرجري، وزي ما انتم شايفين بقى انا اي ونت ثرو ا ترانسفيمورال ابروتش، هنشوف بعد كده ترانسفيمورال ابروتش انا هعمل ديك كراش، فكان الديسيجن بتاعي ان انا هستعمل 7 فرنش جايدنج كاستر فروم ذا ستارت. هو كان عنده رايت كرونري ليجن انستنت ريستينوز كده، عملناها له بسرعه يعني رايت كورونري اتعمل ما كانش في مشاكل، وكان الفاينل ريزلت بتاع رايت كورونري كويسه. زي ما احنا شايفين ان انا عاجن جايدنج كاستر 7 فرنش، دي جايدنج كاستر داخلين ترانس فيمورال، احنا وي هاف تو واير بوث ال اي جنسر كونفليكس، وهو العيان ده كان حاطط ستنت تو ستنتس في ال اي دي قبل كده، وكان حاطط وان ستنت في السيركونفليكس، والستنس بتاعت ال اي دي والسيركونفليكس ما كانوش اكستندنج للاوستيوم بتاع ال اي دي والسيركونفليكس، عشان كده الاوستيال ليجن اللي في ال اي دي والاوستيال ليجن اللي في السيركونفليكس ده كان ما هواش كان انستنت، ما كانش جوه الستنت انما كان اوتسايد دي الستنس. زي ما احنا شايفين وايرنج بوث، وبعد كده عملنا ليجن بريباريشن بوث ال اي دي والسيركونفليكس ليجن، طبعا بالون دايليتيشن، وتاكدت ان هما وسعوا كويس، دي بالونه في السيركونفليكس بعد كده بالونه في ال اي دي، وزي ما احنا شايفين البالونه بتتزحلق ازاي، ان هي بتبقى جوه الستنت شويه لان كان في شويه انستنت ريستينوزس بتتزحلق وتخرج، انما لازم تريبيت ده كذا مره علشان تتاكد ان الجزء ده وسع كويس. بعد ما وسعنا كويس وشفنا هنا البالونه ستيبل جوه الليفت مين والال اي دي، بعد ما تاكدنا ان هي ستيبل هنعمل ايه بقى؟ قررنا ديكي كراش. الديكي كراش بنعمله ان احنا تو ستنت ذا سايد برانش فيرست، وبيبقى فيه مينيمال بروتروجن للستنت انسايد ذا ليفت مين، at the same time we have balloon in the left main LAG. Once ان احنا اتأكدنا من ال sizing من ال positioning of the stent in circumflex، طبعا we deploy the stent in the circumflex زي ما احنا شايفين، وبنطلع شوية at higher pressure ممكن نطلع 16-18 وده اللي انا عملته. At the same time we have the balloon in the left main LAG. بنعمل ايه بقى؟ بعد ما بنحط الستنت للسيركونفليكس هنا we have to withdraw both the balloon and the wire. بعد ما تعمل withdraw للبالون والواير بتcrush الستنت of the circumflex by the balloon، ودي اول حاجة بنعملها with the first crush للستنت. يبقى هنا we crush the side branch stent اللي هو circumflex في الحالة دي by the balloon. بعد ما بنعمل crushing by the balloon بن recross للcircumflex تاني. ايه الفرق هنا في ال recrossing لل side branch في ال two stents عن ال recrossing في ال side branch في ال one stent؟ ال recrossing في ال one stent is preferred انت to cross from the distal stent struts. في ال decay crush is preferred to cross من ال proximal stent struts. زي ما احنا شايفين هنا I do my best أو I did my best ان احنا to cross from the proximal stent struts. طيب بعد ما عملنا recross هنعمل ايه؟ the first case. First case balloon non-compliant في circumflex equal to the size of the circumflex. Balloon non-compliant في left main LAD equal to the size of the LAD. وده بنسميه the first case، عشان كده بنسميها double kiss او DK crush. double kiss crush ده الفيرست كيس. طيب بعد الفيرست كيس هنعمل ايه؟ هن withdraw تاني the balloon and the wire from the side branch. عشان كده بنقول ايه؟ ان ال DK crush is a demanding technique عشان ال recrossing to the side branch بيحتاج twice recrossing للside branch.
ده after the first kiss. يعني طبعا we can notice ان في طبعا dissection في left main, انما طبعا احنا عندنا wire وهنحط stent. تاني ال stent size هختارها based على ال LED size. ال stent covering the left main ال LED, وال stent دي هتعمل complete crush لل side branch stent اللي هي موجودة في ال circumference. هنبدأ نعمل deployment لل stent بعد ما نتأكد من position بتاعها. هنا الاوستيوم ما كانش هيلسي قوي, وانا اي بريفيرد ان انا تو كفر ذا اوستيوم ان ذيس كيس زي ما احنا شايفين. وبعد كده اي ديبلويد ذا ستنت وبعمل كومبليت كراش للسايد برانش ستنت. تاني دي كانت 7 فرنش جايدنج كاستر بتدي جود سبورت وبتخلي الكيس والمانوفرز اسهل. وسعنا طبعا الستنت شويه اللي هي كان فيها ان ستنت ريستنوزس. طيب احنا دلوقتي حطينا تو ستنتس, واحده في السايد برانش ودي كراشد بالبالونه فيرست, بعد كده كراشد بالستنت, ودي النتيجه بعد ما عملنا ستنت للمين ارتري. هنوتس ان في لسه عندنا ريزيدوال دايسكشن. الريزيدوال دايسكشن ده ما هواش كفرد ليه؟ لان احنا ما عملناش بوت. ستنت سايز في ليفت مين هي مال اوبوزد, لسه احنا مش covering. الستنت سايز هنا equal لل LED, ما هيش equal the left main. عشان كده البوت is mandatory, يبقى لازم نعمل بوت قبل ما نعمل ال recrossing. هنا يمكن انا هنا recrossed لل circumflex. تاني شايفين ال recrossing, انا I did my best ان انا to recross from the proximal stent struts. انا مصورها لكم مخصوص عشان احنا بنعمل كده في الدي كي كراش, وبعدين بنفتح الستنت ستراتس ناحيه السيركمفليكس, بعد كده بنعمل كيس, والكيس هنا عملناها الوان ستيب كيس, انفليشن اوف سايد برانش فيرست وديفليشن ثم انفليشن اوف بوث برانش توجذر. وزي ما احنا شايفين انفليشن بوث بالونز توجذر. وبعد كده we have to end up by proximal optimization. Proximal optimization هنا I choose a balloon 5 millimeter. 5 millimeter non-compliant balloon في left main. وزي ما احنا شايفين هي we have to stop at the ostium of the LED just at the carina. وعملنا شوية flaring للostium of the left main. وده كان the final result of this DK crush. Left main after optimization. زي ما احنا شايفين ال residual dissection اللي كان موجود بعد ما عملنا stenting left main LED اختفى خالص بعد ما عملنا ال proximal optimization. نتيجة اللي احنا عملنا good apposition of stent struts في left main be a non-compliant balloon اللي هي size بتاعها equal to the size of the left main. ودي تاني the final results of the left main LED. دي بعض التكنيكال فاكتورز اللي هي نعتبرها important to reduce restenosis and target lesion revascularization. لو احنا اخترنا تو ستنت في البايفوركيشن اللي احنا بنعمل اللي هي ستيب كاس, هاي بريشر سايد برانش انفليشن, يعني هنفليت سايد برانش الاول على هاي بريشر اللي هي بي تو ستيب كاس, بري فاينل كيسنج انفليشن سايد برانش دايليتيشن ات هاي بريشر, يوز لو كومبلاينت او نون كومبلاينت بالونز, less protrusion of side branch stent into the main branch اللي هو الميني كراش او الديك كراش. وطبعا زي ما قال دكتور احمد ان الايفوس جايدد انترفينشن في ليفت مين از بريفيرد, بيعمل لك اوبتمايزيشن لحاجات كتير, اختيار السايز من اوف ذا ستنت من الاول, وبعد ما تعمل التكنيك بتنشور الجود ستنت ابوزيشن. انما عايز اقول طبعا ما هواش كلاس 1 ريكومنديشن, وزي ما دكتور احمد قال اتس كلاس 2 اي, وهم عملوه كلاس 2A. يعني يوز ايفوس وين يو ار ان داوت. يعني ايه؟ يعني لو انت مش متاكد قوي من النتيجه بتاعتك, او انت مش متاكد من الليجنز دي ان هي سيفير او من السايزنج, لو انت نوت شور من حاجات معينه ان ذيس كيس يو كان يوز ايفوس. انما لو انت هتعمل التكنيك بالشكل اللي انا بشرحه ده, وان انت تعمل كل الستبس اللي المفروض تتعمل ان افري بايفوركيشن ليجن, اي ثينك في الحالة دي ممكن ما تحتاجش ايفوس in every case. انما الايفوس تاني لانه قلل من اهمية الايفوس في
especially in bifurcation region طبعا والCTR. وده بيلخص اللي احنا اللي انا قلته خالص الالجوريزم ده, ان لو انا عندي left main bifurcation region وعندي side branch stenose اقل من 70% او length اقل من 10 ملي extension of the plaque from the ostium اقل من 10 ملي, ده بنقول عليه is a simple lesion. طيب ايه هو الكومبلكس ليجن؟ العكس, لو السايد برانش ستينوزيس اكتر من 70% والليجن اكستنشن بين ذا اوستيوم اكتر من 10 ملي يبقى ده كومبلكس ليجن. طيب لو انا عندي سمبل ليجن وعندي السايد برانش ايزي تو كروس زي ما قلنا مثلا الانجل اقل من 70 درجه, in this case هعمل بروفيجنال ستنتنج. Provisional stenting اللي هي single stent, وممكن اعمل stent للside branch لو احتجت او ما اعملوش. Provisional stenting اللي ممكن تنتهي ب single stent stretch. انما لو لقيت ان side branch compromised وعملت له FFR طلع اقل من 0.8 او التيمي 3 flow اقل من التيمي 3 flow, in this case طبعا I have to convert الى 2 stent stretch. انما لو السايد برانش اكسس من الاول خالص كان صعب, في الحاله دي ممكن اختار تو ستاند ستراتيجي واختار التكنيك اللي هستند بيه السايد برانش فيرست. فور اكزامبل ممكن اختار الريفرس تاب او اختار الديف كراتش. ان كيس اوف كومبلكس انترفينشن, ان كيس اوف كومبلكس انترفينشن وعندي ليجن side branch اكتر من 70 والليجن لينث مور ذان 10, in this case two stent strategy is preferred. ولو الانجل تخلي الري كروسنج للسايد برانش صعب هختار التكنيك تو ستنت ذا سايد برانش فيرست, فور اكزامبل الديك كراش او ان او الريفرس ستيب. تو كونكلود, دايما نبقى عارفين ان البايفوركيشن ليجنز ما هماش كلهم زي بعض, عشان كده يقول لك ان الهيتروجينيتي اوف بايفوركيشن كورونال ليجنز is similar to that seen with fingerprints. كل bifurcation lesion مختلف عن التاني, زي fingerprints بتاعتنا كلنا, مفيش واحد fingerprints بتاعته زي التاني. So it becomes clearer why the one size fits all approach, ان احنا نقول تكنيك واحد لكل حاجة is not appropriate for bifurcation revascularization techniques or for dedicated device. فاكرين لما عملوا dedicated bifurcation stent ليه فشلت؟ لان دي محتاجه كان بنعمل ايه, one size fits all, دي كان كل البايفوركيشن ليجن زي بعض. No single stretch has been shown to be enough for left main bifurcation single stent stretches. تاني بنؤكد ان single stent stretches are preferred and should suit more than 70% of cases, but in the rest of left main bifurcation two stent stretches should be planned from the start, زي ما قلنا based على a good analysis of the side branch. The decision as to which technique to use should be driven by the bifurcation morphology, من ضمنها the bifurcation angle and the operator experience. لو انا ما بعرفش اعمل ديك كراش كويس ممكن اعمل الميني كراش او ممكن اعمل ريفرس تاب او ممكن اعمل ريفرس كلوت, المهم اختار التكنيك اللي انا هعمله حتى لو انا محتاج to stent the side branch first. شكرا, وطبعا اي اسئله انا تحت امركم. شكرا جزيلا دكتور نبيل, very excellent presentation. الو اتفضل يا بيه, اي اسئله دكتور شريف من ال تمام. طبعا السؤال ده مهم جدا. بالنسبه للبروفيجنال ستنتنج لما بنكروس فروم ذا ديستال ستنت ستراتس احنا بنفتح الستنت بالشكل اللي يعمل سكافولدنج للاوستيوم اوف سيركمفرنس اللي احنا مش محتاجينه في الديك كراش. في الديك كراش او في تو ستنت انت بتكروس
من البروكسيمال ستنس علشان بيعمل سام سورت اوف ما يبقاش يتعمل زي deformation of the main vessel stent. لو انت عملت crossing وفتحت الستنت from the distal stent struts بيبقى more crowding of the layers او more crowding of the metal. يعني لو انا دخلت في الديستال وانا عامل two stents باخد جزء من الميتل ناحية الحتة اللي فيها double layers فنعمل more crumpling او more crowding للayers. لكن في البروفيشنال طبعا بعمل زي ما حضرتك تفضل وقلت بعمل scaffolding بصورة احسن لو انا عملت reinforcing من الديستال. تمام يا باشا. قدرة رائعة دكتور نبيل. نشكر حضرتك. دكتور احمد مجدي ايه كومنت هو الحقيقه يعني طبعا حته اللي هو البروكسيمال ستراتس هنا في عند الكارينه او الديستال وكده طبعا دي اللي هي البنش تيستينج عشان نقدر نعرف. احنا كنا معانا في اخر انترفنشن ميتنج وفي كومبات ماي قبلها معانا فرانشيسكو بيرزوتا وكان معانا ناس من باريس وكده فهم بيعملوا زي انجيوسكوبي عشان يوري لك المنظر بتاع الستنس والستراتس وهي بتتعمل. لكن طبعا الريال تايم انت طبعا ما تقعدش بس تقعد نص ساعه عشان تدور على اي استرات تدخل فيها. انت طبعا في الليرنينج كيرف بتاعك لكن انت هتلاقي ان هو اتس ايزير اف يو جو لايك ذس عشان هو الفكره في كده او كده ان هو محافظ على الكريم. لو انت دخلت ديستال مع البروفيجنال او انت دخلت بروكسيمال مع الديك كراش. هو الحقيقه اللي احنا كده بالتالي احنا غطينا الفاندمنتالز بتاعت الليفت مين والبريبريشن. هو في اسئله يا دكتور احمد بس في ناس بقى انا مش هوقف لسه بدي ايه بس والله ان هي ان رياليتي هتبقى اكتر من كده شويه. فاحنا بنشكر دكتور نبيل على المحاضره الرائعه واحنا بالتالي كده غطينا اجزاء كبيره لكن لسه الليفت مين ده لا ينتهي. يمكن نعمل مره بس بعد كده كيس برزنتيشنز نعرض حالات ليفت مين بس حالات كتيرة كل واحد يعرف حاله وكده. اللي عاوز يسأل بقى برضو بالنسبة للدكتور نبيل تاني يا شريف معلش سؤال مهم كيف وانا ممكن اجاوب. بص هو في قاعده بتقول ان الليفت مين سايز از 2/3 ذا سم اوف ذا سايز اوف ذا ال اي دي اند سيركمفرنس. فمستحيل يبقى الليفت مين سايز اصغر من ال اي دي. لو انا عندي في الانجيوغرافي الليفت مين سايز قدامي شكله اصغر من ال اي دي يبقى انا عندي ديفيوز ديزيز اوف ذا ليفت مين. وان ذيس كيس لو انا قررت ان انا اعمل ليفت مين انترفينشن وذات ايفوس ان انا هقيس السايز اوف ذا ال اي دي وهقيس السايز اوف ذا سيركمفلكس وهحسب السايز اوف ذا ليفت مين 2/3 ذا سم اوف ذا سايز اوف ذا ال اي دي اند سيركمفلكس. وان ذيس كيس اي ويل ستند ذا ليفت مين اول ثرو ذا لينس اب تو ذا اوستيوم لان ذا ديفيوز ديزيز وهعمل بوت هوصل للسايز بتاع البالون نون كومبلاينت بالون في الليفت مين هو للسايز اللي انا قلته. لو عندي مثلا ال اي دي 4 وسيركمفلكس 3 ومجموعهم 7 2/3 يبقى فور اكزامبل مثلا 4.5 او 5 يبقى هستعمل نون كومبلاينت بالون في الليفت مين 5 واوصل الليفت مين للسايز ده لو انا ما عنديش ايفوس. ده يعتبر سودو سمول ليفت مين بالظبط كده ترو سمول. وانت احيانا طبعا الايفوس لما احنا قعدنا فتره طويله في المعهد بنستخدمه روتينلي في حالات كتيره فانت يو بي استورجد من انت انجيوغرافيكلي يتهيأ لك ان مثلا الستنت دي ديبلويد ويل او سايز كذا او كذا وعين لما تعمل ايفوس تلاقي ان هو لا ات از دوت ذا ريال ثينج اباوت الليجن. فهو دي انا في المحاضره بتاعتي قلت حتى الايفوس قبل ما تعمل الانترفنشن فايدتها ايه فهي من ضمنها حاله زي دي انت تعرف الاكزاكت سايز بتاع الستنت انت هتستخدمه ده مهم قوي. وان انت بعد عشان تشوف الستنت اتحطت ويل ديبلويد ولا لا في مال ابوزيشن في اندر اكسبانشن والاندر اكسبانشن ده
عن اوت كام لغايه 5 سنين بيفضل بيغير الاوت كام بتاعت الفاينانس. انا بس قبل ما احنا برضو ننسى انا عاوز اقول لكم ان هي المحاضرات دي هتبقى كل يوم 2 ان شاء الله، ونحاول نتجمع كلنا الساعه 9، والدكتور محمد سليم والدكتور شريف والدكاتره عاملين هيبقى في سكيدول بالصراحه هنعلن لكم عليه. وان احنا في نفس الوقت في بقى اسكيميا كلاب اللي هي الكبيره عندنا يوم 17 ان شاء الله، ويكون يوم 4 وهتبقى دي بتقعد ممكن 2:30 أو 3، ومعانا دوين بينتو من هارفارد ومعانا علي دينكاس من تكساس هارت انستيتوت. فاحنا دي شغاله المحاضرات اسبوعيه ثابته، واحنا كل افري اذر ويك بنعمل كمان ويبينار بقى عن موضوع معين ونقعد نتكلم فيه وفي انتر اكشنز اكتر. لو في اسئله ثانيه برضو يكون محمد اتفضل. دكتور نبيل خالد النادي، ازاي حضرتك دكتور نبيل؟ خالد ازيك حبيبي، اخبارك ايه؟ الحمد لله، محاضره اكتر من رائعه دكتور نبيل. بالنسبه للفليرنج بتاع الاوستيوم اف ام ستنتنج بالليفت مين فروم ذا ستارت، از ات بينيفيشال اند از ات روتين ولا ده انديفيديوال سلكشن الفليرنج اوف ذا اوستيوم والبنفيت بتاعته؟ لو انا اضطريت ان انا اغطي الاوستيوم وان انا اخرج بالستنت بره الاوستيوم، طبعا فليرنج از ماندا we have to flare. Yes. حتى بنفلير البالونه يمكن بناخدها ابورد ونفلير ابورد وناخدها داونورد ونفلير داونورد، حتى مش بنعمل فليرنج بس الشريف. انما از ريجارد ان انا لو في، هل في كل ليفت مين انترفينشن، وانت كنت سالت السؤال ده دكتور خالد، هل في كل ليفت مين انترفينشن وي هاف تو كفر ذا اوستيوم اور نوت؟ يس، لا طبعا ات از نوت مانداتوري تو كفر ذا اوستيوم از لونج از ان الاوستيوم از نورمال، وان الليفت مين لينس از يعني از لونج انف. بمعنى لو انا عندي فيري شورت ليفت مين، ما عنديش، ما فيش قدامي اوبشن غير ان انا تو اكستند لغايه الاوستيوم. ان كيس اوف لونج ليفت مين، وان انا متاكد ان الاوستيوم اوف ذا ليفت مين از هيلثي، طبعا احسن حاجه ان انت دونت ستند، دونت كفر ذا اوستيوم، لان كفرنج ذا اوستيوم ده هيكومبليكيت البروسيدجر وانت شغال، وهيكومبليكيت الري انترفينشن بعد كده، وانت ستندد اوستيوم اللي هو اوريدي هيلثي ومش محتاج ان هو يبقى ستنتد. فدونت ستنت ا هيلثي اوستيال ليفت مين. تاني، الموضوع ده طبعا عليه كلام كتير، وانما مفيش كلام واضح عليه، مفيش حد بيقول لك لا لازم تو ستنت، مفيش حد بيقول لك لا مش لازم تو ستنت، انما انا اي بريفير نوت تو ستنت ا هيلثي اوستيال ليفت مين. هو دكتور نبيل ده برضو واحده من التكنيكال بارير او التكنيكال كونسيدريشن في الموضوع، ان انا لو اقدر اعمل البوت ببالونه مش هتعدي البروكسيمال ايدج بتاع الستنت، وبالتالي محتاج اغطي الاوستيوم. لكن لو بالزبط. انا عندي السايد اوف البالون ان انا مضطر مع البوت هبقى بره الستنت، ساعتها متهيألي هيبقى بريفيربل ان انا اغطي الاوستيوم. هو ده اللي انا بقوله، لو عندك شورت ليفت مين، لو عندك فيري شورت ليفت مين، ان ذيس كيس يو هاف تو كفر ذا اوستيوم. هو هنا النقطه اللي انا برضو كنت نوهت عليها، حته اللونجيتودينال ستند كومبريشن او ستند ديفورميشن. لو انت بقى بتعمل الاوستيوم كمان، فانت عند الليفت مي عند الاورطه، فهي دي اللي انت ممكن تحصل فيها. واحنا دي بتحصل من حاجتين زي ما انا شرحت، انت طبعا لو عندك الجيلد واير بس هنا وانت بتسحب الواير او البالونه احيانا بتبقى ستيكي للستنت، وانت بقى بتسحب البالونه بعد كده هي نفسها بتديستورت الستنت. فايف يو دو الاوستيوم وانت فيري كلوز انت عند الاورطه، فانت خليك كيرفول اثناء ما بتسحب البالون. زي ما بنقول الاول ديس امباكت البالون من الستنت، يو كان بوش ات ليتل فورورد اند ذن يو ويزدرو اتس كيرفولي، عشان دي ممكن تخلي الستنت تبقى ديستورتد. وانا شفنا كان معانا السنه اللي فاتت كنا في السكاي، وكان معانا محمد زهران وكريم، وحد عرض او كنا في كان في مؤتمر اشتركت فيه بحالات، وحد عرض حاله حاطط فيها الستنت في الليفت مين، وبعدين العيان جاله اكيد كروس دروم وهم دخلوا، وبعدين فوجئوا الستنت فري خالص وخرجت معاه البالون. وبالتالي طبعا الاندر اكسبانشن او هو الستنت ما تبقاش مكانها، بالذات لو انت الليفت من ده 8 وانت حطيت ستنت 3، طب ما هي طبعا هتبقى عايمه فلوتنج ممكن ما تشوفهاش بالانجل. وبالتالي الليفت مين زي ما انا قلت ات از نوت لايك اني بايفركيشن، هنا سايد برانش لازم يحترم. 80% بتنتهي ان انت مش هتعمل مجرد كروس اوفر وهتعمل لا بايفركيشن. السايزنج بنتكلم على 5 ملم ده الافريج بتاعنا، الحاجات دي كلها وي هاف تو نو ات ريسبكت. انا شايف حد ريزنج هيز هاند، الدكتور حسام اسماعيل، مش كده يا دكتور شريف؟ السلام
شكرا دكتور شريف، شكرا دكتور احمد، دكتور محمد، دكتور نبيل، والله محاضرات اكثر من رائعه، يعني احنا بنتابع اهو من اقاصي الصعيد زي ما بيقول. كان سؤالي لو انا عندي اوستيال سايد برانش واللينس بتاعه less than 5 مليمتر، هاو تو بروسيد؟ هل انا جاست اعمل جاست بالون افتر ستينتنج واعمل بروفيجنال للمين برانش، ولا اي شود covering it by a stent for the side branch, مع الاعتبار ان ال side branch is a sizable side branch بس just an osteal lesion just benched يعني osteal side branch. شكرا لحضرتك. دي الحالات اللي تنفع فيها بالون بس، لكن هي لو اكتر من 10 مليمتر يبقى هي الحالات اللي غالبا هتحتاج stent تاني اكتر. لكن يعني لو انا اتكلم هي فعلا اللينس اقل من 5 مليمتر جاست بالون وليفت واسيبها، هو مفيش رول 1000%، ولكن لو ما حصلش كومبرومايز ليه، ما حصلش دايسكشن او كده، فانت ممكن زي ما الدكتور نبيل قال ممكن ليه او بوت سايد بوت وكده، لده هتبقى كفايه. عامل زي زمان كان عندنا مثلا الكابج لما بيحصل الكوندوي يحصل فيها الليجن، ولو ده فايبروزس ممكن ما يحتاجش ستنت خالص، ده مجرد فايبروزس. فالاوستيام بس ممكن تويل دي بس مع بالون. شكرا برضو تعليق بسيط، برضو اجابه على السؤال ده. انت بتعمل بروفيجنال ستنتنج وان ستنت ستراتيجي، وبما ان هو فيري شورت ستينوزس في الاوستيام وكروسنج فروم ذا ديستال ستنت ستراتس، بيعمل حاجه اسمها سكافولدنج اوف ذا اوستيام. سكافولدنج اوف ذا اوستيام ده معناه ايه؟ كانك بتستنت الاوستيام، كانك بالظبط يو ستنتد ذا اوستيام بالستنت اللي هي محطوطه في المين برانش، وده بيفايد الدايلاتيشن وبيفايد ان انت تستنت ذا سايد برانش. طبعا ان كيس بقى لو حصل دايسكشن في السايد برانش كان سايزابل سايد برانش او كومبرومايز فلو او وات ايفر، ان ذيس كيس بقى عشان كده سموها بروفيجنال ستنت، ان ذيس كيس بتقلبها الى تو ستنت ستراتش تو ستنت. شكرا. في سؤال بن شادي منسي بيسال على البروفيجنال، هل لازم ينتهي بكيسينج ولا لا؟ هل تحب انت تجاوبه يا نبيل او الدكتور محمد سليم او كده؟ زي ما انتم عايزين. بصوا، هو انا قلتها في البرزنتيشن، البروفيجنال ستنتنج الكيس از اوبشنال، ما هياش مانداتوري. في الكومبلكس انترفينشن في التو ستنت ستراتيجي ات از مانداتوري. اوبشنال يعني ايه؟ يعني هتعتمد على الاوبريتور اكسبيرينس. يعني لو انا شايف ان انا عملت ليفت مين والسيركونفليكس زي ما الدكتور اللي سأل كان في اوستيال ليجن وكان بريسايز ات ذا اوستيوم، ان ذيس كيس اي بريفير ان انا اعمل كيس عشان اعمل سكافولدنج للاوستيوم اوف ذيس سيركونفليكس. لو الاوستيوم اوف ذا سايد برانش از كومبليتلي فري، ممكن في الحاله دي ما اعملش الكيس. يبقى هنا الكيس از اوبشنال ان كيس او بروفيجنال او سنجل ستاند ستراتشي، انما ات از مانداتوري لازم يتعمل in case of two stent stretch. انا هكمل على النقطه دي برضو. احنا كنا في الفرشه كلاب السنه اللي فاتت وكان في ديبيت على هو طبعا اول نقطه اللي هو تو ستنت تكنيك لازم الفاينل كيسنج، السنجل ستنت بقى كان ده الديبيت ما بين ادريان بانج من اوكسفورد وبين واحد تاني من وبين عباد شيبان لو انتم عارفينه، ان هو لو انت عملت كروس اوفر ودايركت ستنت وكده هل سايد برانش محتاج تعمل تعدي وتعمل كيسنج او لا. كان في الراي الاول يقول لك ان انت الاستراتس بتاعت الستنت دي ات ميك كلوز وما تعرفش تعدي تاني، اتس بيتر انت تفتحها. ده كان احد الاراء. الراي الثاني يقول لك لا، ان هي اف اتس نورمال ومش فيها حاجه وانت حتى ممكن تكون عامل ايبوس وباين ان ما تاثرتش ممكن تليفت. يعني مع السنجل ستنت انت عندك الاوبشن تعمل دي او دي، ممكن تبقى من غير حتى فاينل كيس خالص، ممكن بوت كيس بوت سايد بوت وبس، لكن مع التو ستنتس اتس مانداتوري ان انت تعمل كيس في النهايه. تمام. اني مور كويشنز يا جماعه؟ اتفضل. وليد اهلا بيك، منورنا دكتور وليد، اهلا وسهلا. اهلا دكتور محمد، شكرا يا شريف، شكرا دكتور احمد، دكتور نبيل وحضرات القيمه، كلنا بنستفاد منها كالعاده، شكرا جزيلا. ازيك يا وليد؟ دكتور نبيل شرفتنا يا وليد. شكرا يا دكتور احمد. هو كومنت وفي الاخر تعليق من الدكتور نبيل والدكتور احمد. 75% من الحالات بتمشي بروفيجنال
و25% بتكون محتاجه من الاول تو ستيم تكنيكس. فلو احنا في الاول فعلا في ال25% اتس بريفيربل انك تبتدي بيها تو ستيم تكنيك، لانك لو قلت في المجموعه دي هجرب بروفيشنال هتكون بعد ما حطيت المين فيسل ستنت التشويسز او التكنيكس بقت ليميتد قدامك، مش زي ما كانت من الاول اللي انت تبتدي تو ستنت تكنيك. بمعنى اللي انت حطيت وان ستنت